بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يشرفني جدا ان انا موجود معاكم النهارده في المحاضرة كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. الموضوع بتاعنا اللي هو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. مين النهارده جاي فعلا ونيته عاقدها فعلا ان انا بجد بجد عايز اكسب الاصدقاء؟ هل الناس جايه فعلا ونيتها كامله؟ انا مش عايز ان انا اكون انا هقضي ساعتين ان شاء الله ان انا عايز اسمع كلام بس يا ترى هعمل بيه ولا مش هعمل بيه؟ لا، ده انا عايز النيه بقى فعلا عضنا كده ان احنا بجد انا عايز اكسب الاصدقاء. تمام، طبعا اكيد، يا ريت باذن الله. طب يا ترى كمان ده انا مش عايز اكسب الاصدقاء بس، لا ده احنا عايزين نكمل بقى الجزئيه كمان، لا ده احنا كمان عايزين نأثر في الناس كمان. يعني احنا مش عايزين نكون ناس عاديين، ده احنا كمان عايزين نأثر في الناس. طبعا نتمنى باذن الله ان احنا نوصل فعلا للموضوع ده ونقدر ان احنا ننفذه. تعرفوا يا جماعه، في كان واحد موجود في مكان عندنا في العماره. الراجل ده ساكن من ضمن الجيران، لكن المشكله ان هو ولا بيدخل معانا في اي اشتراكات في اي حاجه خالص، ولا في مثلا صيانه، ولا في بيدخل في الميه، ولا بيدخل جزاك الله كل خير زهر، ولا بيدخل في اي حاجه معانا خالص. بل بالعكس، ان احنا كمان لما بنسمع عنه اي حاجه للاسف بتبقى فيها مثلا شتايم، للاسف بتبقى فيها خناقات، يعني دايما بعيد عن الناس بطريقه فظيعه جدا. للاسف ده كان التعامل على طول مع الناس. هل ده بيكسب الاصدقاء؟ للاسف ولا بيكسب اصدقاء ولا بيكسب جيران ولا بيأثر في الناس ولا اي حاجه خالص بتأثر معاه في اي حد. الراجل ده تخيلوا ان هو من شهور بسيطه الراجل ده مات، انتهى خلاص لحد هنا. ايه ده، هو النهايه كانت كده فعلا؟ خلاص كده انتهت الجزئيه دي، ما اقدرش ان انا اتواصل خلاص، انا ما فيش اي حاجه خالص. واحنا ترى عرفنا عنه حاجه ولا عرفنا عنه حاجه، ولا حد نعرف حتى مشي في جنازته ولا لا، ولا اي حاجه تماما. يعني ده غير ان احنا اصلا السيره الطيبه اللي متواجده معانا المفروض ان احنا بنحاول ان احنا نعملها ونخليها حاجه فعلا كويسه، عشان لما حد يفتكرنا بعد كده يقول والله الشخص ده كان فعلا انسان كويس، الراجل ده كان طيب، تجوز عليه الرحمه فعلا، الناس هتفتكر على طول. لكن لما يجي شخص مثلا شخصيه زي دي توفت وخلاص، هل حد فاكرها؟ هل حد يعرف عنها اي حاجه ولا اي حاجه؟ من هنا دي الجزئيه يا جماعه ان الواحد نفسه يوصل لها، ان احنا عايزين يا ترى نبقى عايشين في حياتنا فعلا نعرف الناس ونأثر فيهم، ولا نبقى فعلا عايشين زي ما استاذ محمود بيقول مثلا انسان انطوائي. هو الانسان الانطوائي هي هيبقى بالنسبه له ان هتبقى فيه فعلا هيقدر يتواصل؟ لا، بس لازم يحاول يقرا ويحاول يتعلم، يحاول يتواصل مع الناس على قد ما يقدر. عاش في حاله ومات في حاله ومات لحاله، عاش في حاله ومات لحاله فعلا استاذ مي. يعني للاسف طبعا ما نتمناش، ما فيش اي حد يتمنى تماما ان هو يموت وهو بعيد عن الناس، لان الناس في الاخر هي اللي بتفتكرنا وهي اللي هتدعي لنا فعلا، وهي اللي هتطلب لنا سبحان الله تدعي لنا بالرحمه حتى. لكن تخيل لما تيجي تفتكر حد ولا تقول اي حاجه عنه تماما. من هنا هنبتدي ان احنا نستعرض الموضوع بتاعنا. عندنا النقاط الرئيسيه اللي هندخل فيها. اول حاجه، كيف تكسب محبه الناس؟ يا ترى هو احنا فعلا عايزين نكسب محبه الناس؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي ان احنا فعلا نكسب محبه الناس؟ في نقط هنتكلم عليها في الجزئيه دي وان شاء الله نوصل بيها الجزئيه كويسه قوي. الجزئيه الثانيه اللي هي طرق جذب الناس لطريقه تفكيرك. كل واحد ليه طريقه تفكير معينه. طب هو يا ترى احنا ممكن فعلا نجذب الناس بطريقه معينه، ولا الناس اللي بنلاقيها ان هي بتنفر عننا بتبعد عننا؟ احنا هنا بتفرق يا ترى، انا فعلا اقدر اجذب الناس بطريقه تفكيري ولا ما اقدرش؟ تعالوا نشوف مع بعضينا ازاي ان احنا فعلا نكسب محبه الناس. وده الجزء الاولاني ان احنا هنتكلم فيه. بدايه هنا اول نقطه اللي هي طبعا افعل هذا ولا سوف يتم الترحيب بك في اي مكان. تخيل ايه الحاجه اللي ممكن فعلا تعملها ودايما لازم هيترحب بيك. احنا ناخدها كده بنظام نقط معينه ونبتدي ان احنا نستعرضها مع بعضينا، ويا رب ان شاء الله نستفيد بيها باذن الله. يا ترى ايه الحاجه اللي احنا هنعملها فعلا وهيتم الترحيب بينا في اي مكان؟
حد فكر ان هو يكون مهتم فعلا بالناس بطريقه معينه؟ حد فكر ان ده الاهتمام الاكبر، ولا انا مهتم دايما بنفسي؟ وانا يا ترى دايما مهتم بنفسي، ولا ساعات بحس الناس فعلا بالاهتمام؟ هي دي مشكله ناس كتيره قوي، ان انا دايما اكتر حاجه المهم انا، اهتمامي بنفسي قد ايه. لكن الاساس في الموضوع هنا ان انا لو اهتميت بالناس هتختلف كتير قوي، هتفرق كتير، الناس فعلا بجد هترحب بيك. ومن هنا الجزئيه دي نقدر نقول ان في شاعر روماني اسمه بابليوس سيروس قال ايه يا ترى؟ اننا نهتم بالاخرين عندما نكتشف انهم مهتمون بنا. عارفين زي ما يجي حد مثلا، عارفين لما نيجي في العيد بنعمل ايه في العيد؟ مش دايما بنتصل مع بعض، بنتصل ببعضينا ونحاول ان احنا نتواصل بعضينا دايما. حد فكر مره يقول طب ما انا استنى ان الناس هي اللي تتصل بيا، طب ما انا اشوف يا ترى، هو انا لو استنيت المره دي كده وحاولت ان انا اشوف الناس يا ترى هي الناس فاكراني ولا الناس مهتميه بيا ولا اي حاجه؟ حد عمل الموضوع ده يا ترى؟ حد جرب الحكايه دي؟ لما نيجي ان احنا نجرب فعلا الموضوع ده، جربت؟ طيب استاذ محمود جرب الموضوع ده فعلا، يا ترى لما جربت واستنيت هنا استاذ محمود، طيب حصل ايه؟ مش هيعيد ازاي؟ ما حدش هيعيد عليه خالص ولا ايه؟ استاذ محمود لما قال طب انا ما حدش عبرني استاذه ايمان جربتي، طب لما جربت هنا حصل ايه يا ترى؟ الناس عبرتنا وناس لا. عارفين يا جماعه يعني المشكله هنا حصل ايه دلوقتي معانا؟ لا تبحث عن الحزن، نفس الوضع بس لان علاقتي ضعيفه بالناس، نفس الوضع اللي هو ما حدش برضك عبرني. اوكي ايوه تمام. تعرفوا ان هنا لما بنيجي نقول اكتشفت الناس اللي مهتميه بيا، تخيلوا يا ترى احنا قدامنا مثلا من الناس، يعني انا ممكن افكر انا نفسي اعيد على كام واحد، نفسي يا ترى انا عايز اتواصل مع كام واحد. هلاقي مثلا انا بفكر مثلا ان احنا قدامنا 20 واحد، لما انا ما اتصلتش باي حد خالص يا ترى هلاقي ممكن كام واحد بيتصل بيا او بيهتم بيا فعلا؟ يطلعوا كام تقريبا؟ النسبه لا تتعدى مثلا 10% تقريبا. هتلاقي مثلا 2 او 3 4 بالكثير يا ترى هم اللي ممكن يتواصلوا. الحمد لله هم دول بقى اللي ايه، نمسك فيهم ونقول هم دول خلاص مفيش غيرهم، هم دول اللي انا هتواصل معاهم كل مره. بس هل يا ترى هي دي الفكره الاساسيه اللي احنا عايزينها؟ الصفوه المختاره فعلا هم دول، بس هم دول اللي هنختاروا. طب هم دول ممكن نقرب منهم اكتر. تعرفوا يا جماعه عايزين الفكره في الجزئيه دي، مش معنى بقى خلاص ان هم دول المختارين انا عرفت فعلا المقربين ليا. بس احنا خلي بالنا عايزين ناخد نيه الموضوع زي ما قلناه من الاول، هو احنا يا ترى عايزين نكون ناس متميزين؟ انا عايز اكون انسان متميز ولا عايز اكون شخص عادي؟ العادي هنا بمعنى ايه؟ ان انا زي الناس، الناس فاكراني خير وبركه، الناس مش فاكراني خلاص مش مشكله. بس كمان لازم نقدر ظروف بعض، طبعا استاذ اميره طبعا لازم نقدر ظروف بعض، بس خلي بالك ان مش كل الناس بتقدر برضك الظروف. يعني ممكن عندي ظرف معين، هو مين اللي يعرف يا ترى؟ ما في ناس برضك حواليا عندهم ظروف وانا ساعات ما اعرفش عنهم حاجه. طيب ما ممكن يكونوا هم بيحطونا في نفس الموقف، طبعا استاذ اميره ممكن فعلا. الناس المهتمه بيا مش منتظرين اهتمام، يعني براعي الظروف علشان كده دول افضل صحبه. اوكي ان احنا بنوصل فعلا لافضل صحبه استاذه هند حقيقي. فاحنا دلوقتي فعلا لما بوصل لافضل صحبه انا عرفتهم فعلا، بس الفرق هنا يا جماعه لازم نوصل للفرق اللي احنا عايزين بس نوصل له. انا يا جماعه عايز اكون مختلف ولا عايز اكون زي الناس العاديين؟ من هنا ان انا المفروض عايز اعمل ايه؟ الناس خلي بالكم اصلا مش هيهتموا بنفسهم. فما بالكم ان هو اصلا يا ترى هيفتكروا يهتموا بيا؟ لو انا فكرت في كل واحد ان هو لا ده هو هيهتم بيا، ده هو مش هيهتم بيا، لا انا عايز الاساس في الموضوع انا اللي اهتم بالناس. انا اللي اهتم بالناس. استاذ عمرو بيقول في ناس بتزورني في العيد كل عيد ومش بزورهم خالص. طيب ده هنا يبقى حضرتك اهو بتقول لنفسك ان انت المفروض انك انت اللي تزورهم. تخيل ان هم دول كده هم اللي فعلا بيهتموا بالناس. لا احنا عايزين بقى احنا نكون احنا العكس، احنا نهتم وماشي هم يهتموا، ده حاجه جميله جدا. يا سلام لو الاثنين تبقى فعلا الناس مهتمين بعضين وتبقى حاجه ممتازه، مش عايزين اكتر من كده. بس انا عايز اكون بقى هنا مختلف فعلا، يبقى انا اهتم بدول واهتم بالناس اللي كمان ما بتجيش. ده الفرق في الموضوع دوت. طيب هنا على الموضوع اللي بعديه، النقطه الثانيه اللي بعد كده، هي طريق سهل لترك انطباع جيد. يا ترى تفتكروا ايه هو اسهل طريق فعلا
ان احنا عشان نسيب انطباع جيد للناس. الطريق ده يا ترى ان احنا نبتسم. بس الابتسامة يا ترى ممكن تطلع كده؟ ايه رايكم في الابتسامة دي؟ هي يا ترى فعلا دي ابتسامة؟ او تخيلوا لو واحد فعلا اصبح دي طريقه في الحياة هيبقى هو كده. طبعا هي مش ابتسامة طبعا خالص، زي الفل. الله ينور استاذ محمد، زي الفل عشان طفل مثلا يعني رائع. اللهم صل على النبي. ابتسامه حلوه. احنا نفسنا فعلا يا جماعه تبقى هي دي الابتسامه، تبقى ابتسامتنا لما نيجي نتقابل مع الناس يبقى هو ده الانطباع. دي بهدله ماشي، يبقى ده هو الانطباع. احنا نفسنا يكون الابتسامه ازاي؟ تبقى لا مختلفه تماما. وعندنا هنا المثل ده، اذا لم تستطع ان تبتسم فلا تفتح دكانا. تخيل لو واحد عايز يفتح دكان دلوقتي، عايز يفتح محل، يعمل مشروع، في هنا معامله مع الناس. الموضوع هنا هيختلف ولا لا؟ ابتسامتك وفعلا طريقتك في التعامل والابتسامه اللي انت بتديها للناس دي هتفرق كتير جدا. طب انا ما اعرفش اصلا ابتسم، يبقى تفتكر هينفع ان انا افتح الدكان ده وهفتح المحل ده واقدر ان انا اتعامل مع الناس؟ اعتقد ان دي حاجه سهله، اعتقد صعبه جدا جدا. مع تعاملك مع الناس يبقى استحاله ان انت تفتح معاهم فعلا اي تعامل باي طريقه. تعرفوا بنشوفها دايما فين يا جماعه الحكايه دي؟ عارفين لما نلاقي فعلا شخص بيبيع في محل وشخص جنبيه في محل تاني، ان كان صاحب المحل او هو بياع في المحل، احنا ليه الناس بتيجي على مكان وما بتجيش على المكان التاني؟ مش ساعات ان احنا بنقول ان الشخصيه دي مش طايقه ان احنا نكلمها اصلا، ده مش مديانه ريق حلو، ده حتى ده مش عايز يضحك في وشنا حتى. مش لما بنلاقي فعلا الشخصيه دي بنبعد عنها وندور بس على اللي يبتسم واكيد هنشتري من عنده. سمير تقول الابتسامه قادره على ان تنهي العديد من المشاكل، ده حقيقي جدا. في مشاكل كتير كتير ممكن فعلا تنتهي بموضوع ان احنا بس الابتسامه البسيطه. فعلا الوش البشوش برضك جذاب منفر. الوش البشوش ده على فكره هي سبحان الله هي حاجه كده من عند ربنا، هي ده انسان وش كده البشاشه دي اكيد ارخص منه. بس ساعات مش بنقدر نبتسم ليه بقى؟ طيب استاذ اماني ما بنقدرش نبتسم ليه؟ عشان جوانا مشاكل كتير؟ عشان يا ترى جوانا هموم كتير؟ نرجع على النكهه دي. الحزن، الضيق، عندنا حزن وعندنا ضيق وعندنا هموم وعندنا حاجات كتير. طب هو الناس يا ترى فعلا هي كمان ما عندهاش احزان؟ لازم نفصل استاذ ايمان، لازم نفصل حياتنا عن العمل ونبتسم. اوكي استاذ ايماني عندها فعلا طبعا حزن وعندها دي، ده اكيد طبعا. يبقى الناس عندها فعلا كده واحنا كمان عندنا كده. وهنا برضك الاختلاف، خلي بالك عشان نعمل يا جماعه ان احنا نكسب الاصدقاء اللي هو الموضوع الاساسي بتاعنا، الموضوع هنا عايز له فعلا اجتهاد مننا. مش هينفع ان انا اقعد كده ومن يوم ليله ان انا ابتدي ان انا اكسب الصداقه دي بسهوله. دي العلاقات يا جماعه عشان تتعمل بتتعمل وتاخد وقت كبير، عشان بتبني علاقات بينك وبين الناس، ما بتجيش بسيطه. لازم تفرق كتير ان انا فعلا لازم الناس خدت عليا. الراجل ده مبتسم، الشخصيه دي مبتسمه، قادره تتعامل مع الناس، قادره فعلا تسيب انطباع كويس في نفس كل واحد، مش هتبني من يوم وليله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما مبتسم الابتسامه. هو يا جماعه تبسمك في وجه اخيك ايه؟ مش صدقه؟ صح كده؟ لازم تكون صدقه، طبعا صدقه بالظبط. يبقى تخيلوا لو احنا بس خدناها في حد ذاتها ان هي صدقه. بس اشرف بيقول نفسي يبقى فيه فيلم اسمه مبتسم. طب ما نعمل احنا الفيلم ده وننفذه في الحقيقه يا فندم. صح، لو احنا عملناها هي حاجه مش على فكره مش اسطوريه فعلا. يعني نقدر ان احنا نعمله بنفسنا، احنا اللي نعيش الفيلم ده كله في حياتنا كلها لو قدرنا ان احنا نعملها. ومن هنا ده موضوع ان احنا نقدر نسيب فعلا انطباع جيد في نفس كل واحد. هتقربنا من نفس من الناس يا جماعه، هتقربنا جامد جدا الابتسامه دي. ففاقد الابتسامه للاسف مش هيقدر يقرب من الناس ولا هيكسبهم، هتبقى صعبه جدا. النقطه اللي بعد كده اللي هي اذا لم تفعل ذلك فانت مقبل على المتاعب. اذا لم تفعل ذلك فانت مقبل على المتاعب. ايه يا فرق اللي هو اللي ممكن ان انت تبقى مقبل على المتاعب؟ تفتكروا ايه يا فرق؟ تذكر اسم الشخص هو افضل شيء يسمعه. يعني لو قلنا مثلا استاذ محمد عاشور معانا وجيت بتناقش معاه في موضوع معين دلوقتي، وقال استاذ محمد يعني ممكن لو قلت لي مثلا حضرتك دلوقتي حاسس بايه موضوع كيف تكسب الاصدقاء ده، تفتكر ده مهم فعلا بالنسبه لك وخطير ان انا ادخل وابتدي ان انا اعمل فيه هضيع ساعتين من وقتي، هاخد ساعتين من وقتي وهتفرق معايا استاذ محمد عاشور؟
مهم جدا. طيب استاذ احمد عاشور هنا، لو حضرتك دلوقتي فكرت فعلا معايا واحنا اتكلمنا على موضوع الابتسامه واتكلمنا على مواضيع كتيره، هل هيفرق بالنسبه لنا لو انا ابتسمت او ما ابتسمتش؟ معايا استاذ احمد عاشور؟ تفتكروا هيرد عليا؟ يفرق طبعا. يعني ما خدتش بالك يا استاذ احمد عاشور ان انا بقول لك احمد عاشور؟ خدت بالك ولا ما خدتش بالك يا ترى؟ ولا طنشتني؟ خدت بالي؟ الله عليك. بص انا لسه بقول لك بس طنشت، هو اكيد مش فاكر بس هيشوف الاسم دلوقتي. بس خدت في نفسيتك ايه يا ترى؟ حسيت من جواك بجد بايه؟ استاذ محمد عاشور، محمد عاشور بقى دلوقتي مش استاذ احمد عاشور، استاذ محمد عاشور، انت في نفسيتك بجد حسيت بايه؟ في فرق طبعا، بس هو طنش وقال معلش نفوتها له المره دي، بس لو كان قالها مره ثانيه مع اني اكدت كذا مره، مع ان انا شايف الاسم قدامي. خلي بالكم التدريب ده يفرق كتير جدا، لما بيجي حد بقى ويبتدي يطلع معايا في تدريب زي دوت، وابتدي ان انا فعلا اقوم معاه بتدريب معين وابتدي اتكلم معاه واحاول ان انا اقول له مواضيع كتيره، طبعا الاسم بقى ساعتها مش مكتوب معايا، لكن وانا قدامه وابتدي اقول له بقى اسم، اي اسم تاني نتخيله، وهو من جواه هيفضل يتكسر نفسيا وهيقول والله ما انا طالع معاك تاني، انا اصلا مش هقدر ان انا اشترك معاك في حاجه تانيه. في ناس بتنسى غصب عنها فعلا استاذه مريم، غصب عنها، بس خلي بالنا موضوع النسيان ده، ما انا لازم اعمل اجتهاد برضك وابتدي ان انا احفظ اسماء الناس على قد ما اقدر، لان مش هقدر اقول الاسم. الموضوع ده يا جماعه مهم جدا وبيأثر في نفسيه كل واحد. الشباب ممكن اقول لهم يا هندسه حفظ الاسماء صعب، حفظ الاسماء صعب. الاسماء حفظها بتبقى صعب يا استاذ محمد، بس خلي بالك انا ممكن احاول اعلم كل اسم بطريقه معينه. فاكرين الرسول عليه الصلاه والسلام لما في جاله عداس ولد صغير وقعد يشرك له موضوع الاسم يا عداس كذا يا عداس كذا، مجرد تكرار الاسم بطريقه معينه، وكمان لما احاول اشركه واربطه، اربط الاسم مع اسم حد مثلا معروف، يعني مثلا علي ممكن احاول افتكره بطريقه معينه، اربطه بعلي بن ابي طالب، مجرد ان اربط الشكل باسم حد انا عارفه فعلا كويس جدا، كان بقى حد زميل، كان حد مشهور بطريقه معينه، انا ربطت الاسم فعلا وخلاص الاسم هيثبت معايا مره في مره مع التكرار، هيفرق معايا جدا. زمان بتقول انا بجيب ورقه اكتب فيها اسماء طلباتي عشان مش انساها، كويس جدا. اكتب الاسماء مره في مره، المفروض ان انا احاول ان انا ايه؟ افتكر فعلا اسماء، ويا سلام لو نبهت الشخص باسمه. استاذ عمرو بيقول نعمل ايه في الزهايمر؟ نحاول ندرب نفسنا، واكيد الزهايمر ان شاء الله هيبعد عننا باذن الله. لكن على فكره الموضوع هو محتاج له بس مجرد تدريب. انا هتعب ممكن شويه فيه، بس مفيش مشكله. احاول مره في مره لحد ما احفظ. خلي بالنا الناس بتفرح باسمائها جدا. لو لقينا نفسنا بننده على حد باسمه فعلا هيحس كده بكيانه. اول ما يسقط الاسم بطريقه معينه للاسف هنلاقي نفسنا زي ما قلنا في الاول ايه؟ انت مقبل على المتاعب. ده حقيقي. استاذ اسماء بتقول مش بفتكر الاسم غير بعد ما الشخص يمشي. لا دي مشكله. لازم افتكره وهو موجود فعلا، واقول له واحاول ان انا اكرر له الاسم عشان افتكر كويس. بتدرب ازاي؟ زي ما بقول لكم اهو، استاذ يوسف بتقول نتدرب ازاي؟ الشخص هو موجود قدامي، انا سمعت الاسم، عايز اكد الاسم تاني، ايه المشكله؟ ااكد الاسم تاني واحاول اشرك الاسم دوت. طب يا استاذ فلان مثلا او يا استاذه فلان فلانه، هبتدي اقول الاسم كذا مره وانا بقوله هو خلاص يا جماعه هفتكره في ذاكرتي جدا. استحاله ان انا انساه، صعب جدا. وزي ما قلنا وعليكم السلام ورحمه الله، وزي ما قلنا ان انا دلوقتي لما بشرك الاسم واربطه بحاجه معينه خلاص الاسم بيثبت جوايا بالرابط دوت، انا بفتكر الشخص ده خلاص. بربط الاسم بشكل خاص في المروه فعلا صح كده، يبقى لما اربطه بشخصيه معينه بحاجه معينه وانا بكرر الاسم ده كده صعب ان انا انسى الاسم وخلاص بيثبت في دماغي. احاول اعيد الاسماء لما اسيب الشخصيات مثلا اللي موجوده، لو في شخصيات مثلا موجوده معايا مجموعه هتبقى الموضوع، حتى انا عايز افتكر ده فلان ودي فلانه وده فلان، بحاول ان انا بحاول استعيد الاسماء واسترجعها واحده واحده. طريقه ربط الاسماء، شكرا ليكم استاذ امام. طريقه ربط الاسماء زي ما قلنا هي مهمه جدا فعلا، ان انا لما اربط الاسم بحاجه معينه خلاص الاسم ده مش هيتنسي من دماغي فعلا، وخلاص هو ثبت في دماغي. هبعد عن المتاعب كده. خلي بالنا لما في واحد ساعات يفتكر ده فلان فاكر اسمي، الشخصيه دي هتعلق معايا. خلي بالك هتعلق معاه حته، ده هو فاكر اسمي، ده عمال يقول لي اسمي يا فلان، ويدي كمان امثله بطريقه معينه وانا معاه في نفس الموضوع دوت، فبيفرح بالموضوع جدا، بيقرب مني الشخصيه. هنا بكسب الشخص فعلا يا جماعه.
وخسارتي ليه الأكيدة للأسف لو الاسم اتلخبطت فيه، زي أستاذ محمد لما دخلت معاه في التدريب ده بكل بساطة، حاجة بسيطة الراجل خد على خاطره حتة بس فوتها، لو كملت معاه الموضوع وكبرته أكتر من كده لا ده هيزعل قوي مني، يمكن عمره ما هيسمع. في واحد اسمه علاء بيدي حاجة اسمها محاضرة في أي حاجة، عمري ما هشوفه ثاني ولا عايز أحضر له أي حاجة. تخيلوا بقى لما نبقى فعلا زمايلنا موجودين كمان في مكان، لا ده أنا ناسي الاسم كمان هنا، دي بقت مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. أي في محافظة الأخرين بأسمائهم في بداية التعرف، أي مساعد في حفظ الأسماء ده فعلا صح جدا، لما أبتدي إن أنا أتعرف على الناس وأبتدي إن أنا أخاطبهم يا أستاذ كذا طب كلمني عن كذا، الحتة دي بتخليني خلاص بفتكر الأسماء واحدة واحدة وأبتدي إن أنا أندهلهم فعلا بالأسماء. صحيح. شكرا أستاذ محمد عاشور إن أنت اشتركت معايا، أقول لك بقى شكرا أستاذ محمد عاشور إن أنت اشتركت معايا في التدريب طبعا ده. طيب ندخل على النقطة اللي بعد كده معانا، اللي هي كيف تثير اهتمام الناس. استاذ اسماء بتقول كل سعادتي لما حد يكون فاكر اسمي بعد غياب، علشان كده بحس باحراج لما بنسى اسماء. فعلا تخيلوا ان هنا استاذ اسماء هنا اشارت لنقطه كويسه جدا، ان فعلا قمه السعاده. يا سلام معقوله فات مثلا شهر، تخيلوا لو فات سنه بقى كمان وفي شخصيه فاكره اسمي، وانا اصلا الشكل للاسف حاسه ان انا شفتك فين، شفتك فين قبل كده، لولا ان احنا لما متقابلين في مكان معين يبقى كده خلاص انا فاكر المكان، لكن الاسم هنا فبيخرجني يا ترى. طب انت اسمك ايه؟ ولا يا سلام بقى لو قال لي كمان انت فاكر اسمي، طبعا هتبقى المشكله جامده، ده انا فاكر لك اسمك وانت للاسف مش فاكرني. يبقى الشخصيه الثانيه دي خلي بالكوا هي اللي كسبت الاصدقاء فعلا، مش انا المره دي، وانا اللي هفتكرها. الله يخليك يا استاذ محمد، وانا اللي هفتكر فعلا الجزئيه دي، ده هو الشخصيه دي اللي كسبتني بالفعل. لكن انا عايزين اكون انا اللي قايم بالدور ده يا جماعه، انا اللي عايز اكون انا اللي هكسب الاصدقاء فعلا وأكبر فيهم بالفعل. تخيل انتوا شايفين استاذ اسماء دلوقتي لما تيجي بعد الفتره دي وشفتي فعلا ان الشخصيه دي فاكراكي، انت فعلا غير موضوع الاحراج، بس انت فعلا هتحسي ان الشخصيه دي اول ما اعرف اسمها انا خلاص ده انا نفسي ان انا اتواصل معاها، انا عمري ما هنسى يمكن الاسم ده تاني. شفتوا الفرق هنا؟ ان انا اللي نفسي بقى انا اللي عايز اعرف فعلا الاسم عشان اكون فعلا كده، مش هتتنسي فعلا بالفعل استاذ اسماء. طيب كيف بقى تثير اهتمام الناس؟ كيف تثير اهتمام الناس؟ لما نيجي دلوقتي نقول اتكلم في اللي بيحبه الناس، اللي قدامك ده نفسه ان انت بتتكلم في اللي هو عايزه ولا اللي انت عايزه يا ترى؟ استاذ مريم بتقول حضرتك حتى مجرد انك بتنطق الاسم في المحاضره، شكرا ليك يا فندم، بيدل على اهتمام. ربنا يخليك يا استاذه مريم عشان ننطق الاسم المحاضره. طيب كيف تثير اهتمام الناس؟ ونقول دلوقتي ازاي يا ترى نتكلم في الحاجه اللي الناس عايزاها؟ هل يا ترى نتكلم في الحاجه اللي احنا بنحبها؟ فيما يحب محدثك وما يهتم به. يعني انا دلوقتي قاعد مع شخصيه معينه، انا قاعد مع اي حد، وابتدي ان انا معظم الناس الطبيعي ان هو اهتماماته هو، اهتمامات مين يا استاذ معي؟ لو انا بفكر في اهتماماتي انا، انا عملت، انا سويت، انا رحت، ده انا انجزت، ده انا مش عارف ايه. اسمحوا لي اقول الاثنين معا، كويس ان الاثنين معا، بس انت عايز تكون مميز اكتر. الفرق هنا يا جماعه ان انا ده الذكاء الاجتماعي فعلا مش زي هند، صح جدا ذكاء اجتماعي قوي، الكلمه دي جايه في وقتها صح فعلا، ده ذكاء اجتماعي ان انت ازاي توصل تثير الاهتمام بتاع الناس دوت. انت عايز تتكلم في الحاجه بتاعتهم هم، في اهتمامات، في اهتمامهم، اهتماماتهم هم، مش اهتمامك انت شخصيا. خلي بالك يا جماعه الناس مش مهتميه بيا شخصيا، مش ده المشكله، الناس مهتميه بنفسها، ده لو كانت مهتميه بنفسها ممكن اتكلم في المشترك بينا، اكيد في اللي بيحبه استاذ اسماء، فعلا اكيد في اللي بيحبه ده مهمه جدا، بس افتكرها استاذ مريم بتقول ممكن اتكلم في المشترك بينا، جميل جدا عشان اقدر ان انا اجاريه في الموضوع، صح جدا استاذ مريم. مهندس طلال بيقول محدثته عن الاشياء التي يعتز بها، الله عليك الله عليك، ممتازه يا استاذه استاذ مهندس طلال، فعلا لما الحاجه هو اللي بيعتز بيها، تخيلوا بقى مش اي حاجه كمان، لا ده انا مش عايز افتح موضوع واخلص الموضوع وخلاص، لا 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 مش دي المشكله، ده انا كمان المشكله ان انا عايز فعلا اوصله، ده هو عايز يتكلم عن نفسه، قول يا عم طلع الموضوع جدا، مفيش اي مشكله، الموضوع ده مهم جدا، واللي يقدر فعلا ينفذه يا جماعه هيقدر يوصل لقمه الاعتزاز، الناس هتعتز بيه قوي وهتحبه قوي، يمكن يطلع فعلا بعد ما بيخلص، يعني قاعد مثلا نفترض نص ساعه بيتكلم مع حد، وفي الاخر
هيطلع مثلا ويسيبه والراجل هيتكلم عليك ده الراجل ده يعني متحدث بارع، مع ان انت ما قلتش حاجه، ده ممكن هو اللي عمال يتكلم عن نفسه. انت اديته الفرصه يطلع كل اللي جواه. خلي بالنا يا جماعه، الناس بتدور كتير قوي على الشخص اللي هو فعلا يسمعني، يسمع انا بعمل ايه، انجازاتي ايه. استاذ هشام، اهم شخص عند اي انسان هو نفسه. جميل، بس انا عايز اكون انسان مختلف ولا لا؟ لو انا عايز اكون انسان مختلف وانسان متميز يا استاذ هشام، المفروض ان انا هدي للناس الفرصه دي ان هي اللي تتكلم عن نفسها. هو ده الفرق. خلي بالك استاذ مروه بتقول اساله عن نفسه. جميل جدا، يعني بحاول افتح الحوار معاه اساله عن نفسه، اقدر ان انا يكلمني في كل الاهتمامات بتاعته، مفيش اي مشكله فيها. عشان استاذ مي بتقول عشان احس معاه بالراحه، احس بالراحه. طبعا طبعا، لو ليا حاجات كانت مشتركه احس معاه بالراحه، طبعا مفيش مشكله. استاذ عبد الله يا مرحبا بيكم، استاذ عبد الله اول مشاركه هنا معانا. فعلا انا بحب اسمع لابعد الحدود وبشوف ده في المعامله. ممتاز جدا، كويس قوي قوي قوي. من الاستاذ عبد الله اللي كتبه فعلا الجزئيه دي، هو لو من هنا فعلا ابتدى ان هو بيسمع كتير، وهندخل في الجزئيه دي معانا في المحاضره ان شاء الله، ان انا لما بسمع كتير هوصل لايه فعلا معايا. جميل استاذ هند، ممكن درجه الثقه بتفرق في الاهتمام ده؟ اكيد فعلا درجه الثقه هنا تفرق كتير جدا استاذ هند، ممكن طبعا تفرق. ان انا يا ترى الثقه فعلا، بس انا عايز افهم بس الكلمه منك دلوقتي، موضوع الثقه انت قصدك بالنسبه لمين بالظبط عشان بس نوضحها اكتر؟ لان ممكن تبقى انت ليكي قصد معين. لو عايزه توصل لنا المعنى اكتر ممكن. استاذ هند بتقول لنا لاي معرفه، بمعنى ايه برضك لاي معرفه؟ درجه الثقه يعني انا الثقه مع الناس لاي اشخاص. كويس جدا فعلا، ماشي. لما ادي الثقه بطريقه معينه هي اكيد تفرق برضك معانا طبعا. يعني ثقتي في اللي قدامي ده فعلا هتفرق ولا مش هتفرق؟ اكيد هتفرق طبعا معايا. خلي بالكوا ده هو كمان هيحس بالثقه، لما بيجي الشخص بيتكلم هو بيحس كمان ان انت فعلا في ثقه بينك وبينه، يبتدي ان هو يطلع اللي جواه. جميل، فهي دي الجزئيه عايزين نهتم فعلا بيها، ان انا ازاي، انا خلي بالكوا قلنا مش كيف يتم الاهتمام، ده انت تثير اهتمام الناس. فمن هنا نفسنا ان احنا نتعلم فعلا الجزئيه دي. انا بحب اسمع ناس كتير كويس، استاذ مروه طبعا، استاذ اسماء، اعرف قيمتي عند الشخص اللي بيحكي لي بدقه الاشياء اللي بيحكيها لي. كويس جدا، بس خلي بالكوا طبعا هو حلو، هو انا بسمع بس هو مستني رايي برضه في الاخر. حلو قوي ان انا عملت جزئيه كبيره، قدرت ان انا اسمع وانا مستني. كويس جدا، لو قدرت بقى اديله راي كمان ممتاز في الموضوع، بس ختمناها بطريقه كويسه. سليمان بتقول طيب لو انا مش بسمع كويس ازاي اتحاور مع الاخر؟ لازم مبدئيا اسمع كويس، وهدي لنا نقطه في المحاضره هنتكلم عليها سليمان، فاكرين بيها تاني تمام. لكن لازم مبدئيا لازم ادرب نفسي اسكت واحاول ان انا اسمع بوداني كتير جدا. استاذ ايمان برضك بتقول ايه، ممكن لو مش سمعته ممكن يفهم اني مش مقدره؟ ممكن طبعا جدا، وممكن خلي بالك برضك الشخص ده هو عايز ان حد يسمعه، فممكن ما يجيلكيش تاني ان يتكلم معاكي. واحده مثلا زي انت نفسها تتكلم في حاجه معينه، فلقيتك مش انت الانسانه اللي هتسمعيني، مش انت اللي هتديني حته ان انا اهتم بنفسي واقول اللي عندي، فدي بقت مشكله هنا. استاذ محمود بيقول انا لسه جاي اعرف بتكلم على ايه. لا مش هقول لك يا استاذ محمود. طيب استاذ محمود، احنا طبعا بنتكلم على كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، اسم المحاضره حضرتك طبعا عارفها تمام، ان احنا داخلين المحاضره دي، بس اتكلمنا على كذا نقطه، ان احنا ازاي سريعا هقول النقط بس سريعا، ازاي افعل كده وارحب يتم الترحيب بيك في اي مكان، ان احنا نبقى مهتمين بالناس، وازاي لما ادي ابتسامه بطريقه معينه دي هتخليني ان انا برضك تدي انطباع جيد للناس، وان انا ما انساش اسماء الناس. دي الحاجات كده سريعا ان احنا ايه اتكلمنا فيها. ما فيش اسف على حاجه. سمي طيب لو انت بتسمع الكل والناس بتحب تحكي لك وانت مش لاقي الشخص اللي ممكن تحكي له تعمل ايه؟ استاذ مي طبعا خلي بالك انا عارف ان كل واحد مننا ليه احتياجه ان هو نفسه يحكي هو كمان. جميل جدا ان انا نفسي احكي، بس لازم هلاقي الشخص ده برضه اكيد. بس خلي بالكم احنا يا ترى عايزين ندور على الشخصيات عشان نحكي لها، بس احنا نفسنا عشان اكون فعلا هكسب الاصدقاء اكون انا الشخص اللي الناس بتدور عليه. نفتكر الحته دي كويس جدا يا جماعه، خليها في دماغنا كويس قوي. عايزين نكون انا الشخص اللي الناس بتدور عليه عشان تحكي لي. هنتعب؟ ايوه هنتعب شويه،
معلش بس انا عشان عايز اوصل للحكايه دي، هي دي فكره المحاضره يعني. استاذ بشيره الصوت عندي مش واضح، هو صوت استاذ بشيره معظم الناس موجود الصوت معاهم اعتقد كويس، ممكن الدعم يشوف معاها الجزئيه دي. طب استاذ مروه السمع مع الاناء بالراس للانام والتواصل بالنظر، طبعا لما بيجي الاناءات بالراس والتواصل بالنظر الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا، ان انت معايا بجد انت متواصل معايا فعلا صح فعلا. طيب طيب ندخل النقطه بعد كده. زين بتقول طب لو واحد بيحكي همومه وفي الاخر يريد إذائك ازاي؟ يعني هو بيحكي الهموم دي وبعد كده عايز يأذيك بطريقه معينه؟ يعني نفترض دلوقتي ان هو لو بيحكي الهموم طب هيأذيك ازاي؟ طب هل لو في نفترض ممكن تكون استاذه هند مثلا قابلت شخصيه بالطريقه دي؟ ممكن تمام؟ هل يا ترى استاذه هند كل الناس اللي هنقابلهم هيكونوا كده؟ هل كل الناس اللي هنقابلهم هيكونوا كده؟ اعتقد مش معقوله طبعا. يعني اكيد هيبقوا نسبه بسيطه اللي موجودين كده. طب تمام كويس ان لا طبعا، يبقى انا حتى الناس دي اخلي بالي منها لو في حرص بس بطريقه معينه، لكن المهم انا عايز اكسب ناس كتيره، مش هي دي المشكله؟ لو في شخصيه شخصيتين في حاجه فيها مشكله، لا يبقى انا هنا بس اخلي بالي، لكن مش هي دي القاعده الاساسيه في الموضوع، هي دي بس ايه؟ الاساس يا استاذ هند. زي ما هو بيقول هو فعلا في الغالب كتير بيحكي لي اسرار مش بيحكيها لحد تاني، بس انا مش لاقي حد اثق فيه احكي له. اكيد يا استاذ محمود لما هتدور كويس اكيد هتلاقي، وده احتياج طبعا فينا كلنا بنبقى نفسنا، لا انا عايز احكي وعايز اقول اكيد هتوصل له. فطبعا لما هتدور هتلاقي. بس برضك الفكره ان الناس انا عايزينها هي الاساس اللي تدور عليه علينا احنا. طبعا الا من رحم ربي ده اكيد طبعا. طب لو واحد خلاص اوكي ديه. طيب هنيجي بعد كده اللي هي طريقه سهله بقى لتصبح متحدثا بارعا. نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الجزئيه اللي قلنا دلوقتي هنقولها. ازاي يا ترى اكون متحدث بارع؟ لما اجي ان انا بقى ابتدي ان انا اسمع فعلا الناس، ان انا اكون مستمع جيد، هيفرق كتير جدا. نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه النقطه اللي فاتت لما الناس كانت بتسال فعلا، هو انا ازاي ان انا احاول ان انا اسمع؟ انا عايز ادرب نفسي، لازم ادرب نفسي ان احاول ان انا وانا قاعد مع حد ما ينفعش ان انا كل شويه انا اللي عمال اتكلم، انا اللي عمال اتكلم. عارفين الفرق بين الاستماع والانصات يا جماعه؟ الاستماع والانصات. حد يقدر يقول لي الفرق بين الاستماع والانصات؟ الاستماع صوتي. الاستماع بعدم فهم الحديث زمان. استاذ محمد اسمع بقلبك، اسمع بقلبك دي هتقدم ايه؟ استاذ ابوسي طلع كلام انجليزي شويه لغه ثانيه هتقول تاني. استاذ محمد الانصات هو محاوله الاستماع، الانصات محاوله الاستماع. استاذ محمد انصت بقى ولا قوه؟ مي الانصات تركيز الكامل حلوه جدا صح يا استاذه مي كده؟ تركيز الكامل، الانصات بيكون باهتمام وشغف وتركيز تمام كده يا شباب. الاستماع اسمع وارد استاذ ابوسي ماشي. استاذ داليا الانصات سماع بتركيز ايوه تمام. استاذ عبد الله الانصات هو الاستماع باهتمام. استاذ ابوسي الانصات اسمع للاخر تمام. الانصات فهم المسموع حلوه جدا، فهم المسموع دي استاذ رائد. استاذ محمد اقصد الانصات بالقلب، يعني ممكن بقلبي وبتركيزي فعلا انصات هو انصات وفهم وتركيز استاذ ملاذ مرحب بيه. استاذ داليا الاستماع ربما بدون تركيز كويس جدا يا جماعه. يبقى احنا دلوقتي وصلنا لايه؟ ان الاستماع انا ممكن دلوقتي اسمع، لو احنا حتى قاعدين مع بعضينا كده ممكن اسمع بس الكلام اللي داخل او مش فارقه ممكن تعدي كده. انا مش معاك يعني يا دوبك بوداني بس انا مش معاك باي حاجه ثانيه مش فارقه معايا. كلام داخل من هنا من ودني دي خارج من الودن الثانيه. اهو يعني بجيب كم كلمه على كم معلومه مش فارقه الموضوع. في حاجات بتاثر حاجات حواليها كتير. لكن هنا الانصات اللي هو وصلت لايه بقى؟ انا مركز معاك بجد كل الحواس بتاعتي. بجد انا مركز معاك. استاذ محمود هنا بيضيف جزئيه. استاذ تامر الاول الانصات هو التركيز صح استاذ تامر. استاذ محمود الاستماع هو سماع اي كلام حتى لو عابر الانصات بفهم وتركيز. يبقى سماع اي كلام فعلا لكن الانصات فهم بقى في فهم معايا وفي تركيز فرقت كتير جدا. استاذ مروه الانصات بالعقل والقلب لو قلنا فعلا صح احنا بنجيب دلوقتي فعلا كل
الحواس انا مركز معاك بجد، مركز معاك بكل ما فيا، فاهم انت بتقول ايه بالظبط. ده الانصات. واذا قرئ القران فاستمع، بعد استمع كمان ايه انصتوا. تخيل هنا الانصات لما جه فعلا، ده انت عايز تفهم وتركز في كل كلمه انت بتسمعها. فهنا دلوقتي النقطه بتاعتنا ان احنا نكون ايه، كن مستمعا جيدا. مش بس كده، وشجع الاخرين على الحديث على انفسهم، عن انفسهم. وغير النقطه اللي قبل كده، انت كمان بتشجع الاخر. طب انت جات لك فرصتك ممكن تتكلم، مفيش مشكله. يا سلام لو انت كمان شجعت الشخصيه الثانيه ان انت اتكلم، قول، طلع كل اللي عندك. تعرفوا ان من هنا في بعض الناس لما بيتكلموا وراضيهم فعلا، وبعد الحديث ما بيخلص الناس بتتكلم عنهم. على فكره ده متحدث بارع، ده شخصيه خطيره جدا. الناس بيجي لها، خلي بالكم، السمعه في الجزئيه دي والسيره. هو انت اتكلمت حاجه؟ انت ممكن ما تكونش اتكلمت كتير، بس تخيل ان انت عشان بس اديت له فرصه، اديت للشخصيه الثانيه الفرصه ان هو يتكلم ويطلع اللي جواه، اصبحت انت متحدث بارع في الجزئيه دي. الناس بتتخيل فعلا ان انت تحدثت البراءه واديتني الفرصه. بس مريم بتقول انا مفيش مشكله في الاستماع والانصات، انا مشكله في اني مش بتكلم، عشان لما اجي اتكلم مش بلاقي اهتمام فبسكت. لا، احنا مش عايزين تبقى هي دي النيه في الموضوع، مش هي دي المشكله. لا، انا عايز اكون فعلا ابقى متحدث بارع، بس انا اللي بخلي نفسي مش هتكلم، عشان انا في الاخر هعمل ايه؟ انا عايز اسمعك، انا عايز اطور فيا المهاره دي اللي هي ايه؟ اللي هي الانصات. يبقى استاذه مريم نخلي بالنا، لا، انا عايز اكون متحدث بارع فعلا، اوصل للتحدث ان انا قادر اتكلم كويس، بس لما اوصل لكده بقى انقل نفسي نقله ثانيه، ان انا اوصل لايه؟ ان انا اوصل ان انا انصت. انا عندي براعه فعلا ان انا اوصل الحديث كويس، بس لما الطلب مني الانصات انا قدرت ان انا انصت دلوقتي، وليس عشان انا ما عنديش ان انا ايه جزئيه الحديث دوت. ماشي يا استاذ مريم؟ استاذ محمد انا مستمع جيد لكن لست متحدثا بارعا. نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي يا استاذ مريم، يبقى عايزين نتدرب. لا، ده انا عايز اتدرب ان انا لا احاول ان انا اتكلم، احاول ان انا اتحدث، اقعد مع الناس واحاول ان انا افتح في مواضيع. وصلت للجزئيه دي بس ما وصلتش بقى ان انا اكون رغاي عشان خلاص وصلت. لا، انا عايز اوصل بعد كده، عايز اكسب الناس عشان الناس ما تنفرش مني. هنعلم بعضنا دلوقتي ان انا عايز اوصل ان انا اكسبهم، لكن مش معنى كده ان انا ما اتعلمش مهارات كويسه عشان ابقى مش متحدث بارع. لا، انا اوصل للتحدث بارع لان دي مهاره طبعا ممتازه جدا، وصلت لها قدرت ان انا بعديها اعمل ايه؟ لا، بعديها بقى ابتدي ان انا لا عايز اتعلم الانصات، لان انا واثق في نفسي ان انا متحدث بارع. وصلت يا جماعه الموضوع ده، الجزئيه دي؟ لان مهم جدا، مش عايز اهرب بالانصات يا جماعه. فاهمين النقطه دي واصله لكم؟ مش عايز اهرب بالانصات. انا عايز اكون بقى متحدث بارع، واتقال لي ان انا لما انصت هكون ده تحدث بارع. لا، مش بالجزئيه الهروب دي تماما. طيب، مشكله محمد عندي انا كمان، استاذ اسماء. يبقى نفس الحكايه زي ما قلت برضك، بس محمد استاذ اسماء برضك نفس الموضوع. معلش طبعا يا جماعه عشان لو في كتير بيكتبوا، فممكن جزئيه ممكن تقوم حد، فعذرا طبعا لو اي جمله راحت مني ما شفتهاش، فعذرا لان الكلام بيبقى كتير ساعات من ناس كتير. طيب، استاذ مريم بتقول حاولت بعد الطرق لكن فشلت، احاول تاني. يا جماعه اليابانيين بيقولوا ايه؟ يقولوا ان انا لما اقع اقوم تاني، اقع وفشل اقوم تاني، اقوم تالت، اقوم رابع. اوعى تيأس ابدا استاذ مريم، اوعى تيأسي ابدا، احاول تاني واحاول تالت. شجعي نفسك، حفزي نفسك ان انت دايما لا انا هفضل ورا الموضوع ده لحد ما ايه هجيبه ان شاء الله. اسمعوا عاشور، تمام، ماشي. سهند، نعم، ماشي كده يا جماعه. لا يأس على الحياه استاذ مريم، شكرا ليكي استاذ مريم، تمام، شكرا. سمونا، بالنسبه للبنت المعزوله عن المجتمع كيف تتواصل معه عشان ما تبغي تصير متخلفة عن المجتمع؟ طبعا تبقى بعيدة عن المجتمع. فمثلا هنا بتسأل، طب البنت المعزولة، طبعا المعزولة دي ممكن تبقى من البيئة اصلا هي ربطها ان انا فعلا في عزلة عن المجتمع. لكن هنا لما اجي اقرب من المجتمع نخلي بالنا انا بقرب من مين؟ انا اكيد بقرب بداية اكيد من بنات طبعا. اسلوب المجتمع، انا بتعاون يا ترى مع مين؟ هل في شغلي؟ هل في دراستي؟ انا في ناس بتعامل معاهم، هي دي الفكرة. طبعا عايز اكسب اصدقاء، نفترض انت بتقولي مثلا فعزلة، اكيد مش معزولة عن البنات. يعني نفترض شباب، خلاص مفيش مشكله طبعا، لكن انا هتواصل اكيد مع البنات، اكيد دي معزوله بقى عن البنات ازاي؟ لا، لازم ابقى في تواصل بيني وبين اصدقائي وبين زمايلي. ده انا ما عنديش، ممكن تقولي مثلا ده انا ما عندي، لا، لازم اوجد اصدقاء،
اوجد الصداقات دي. يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان انا اعيش لوحدي، ما ينفعش. حتى لو اتربيت على كده، لا، احاول بقى ابتدي ان انا اعيش في حياه جديده، ابتدي ان انا ابقى عندي انفتاح مع الناس، طبعا لحدود معينه عشان ما ابقاش دخلت مجتمع جديد بطريقه مختلفه تماما. ربنا لما خلقنا ازاي؟ إن خلقناكم شعوبا وقبائل ليه ترى؟ هل عشان نعيش في عزله؟ هل عشان كل واحد مع نفسه؟ ولا لتعارفوا؟ يعني الاساس ربنا لما خلقنا لنتعارف يا جماعه. نخلي بالنا من الجزئيه دي. لما تقع على الظهر عشان اقوم، صح كده فعلا، صح يا محمد، فعلا على ظهر عشان ابقى شايف الدنيا كده فوق وابقى مش واقع قدامي. طيب، في استاذ ملاذ بيقول مشكلتي انا مش بثق في الاصدقاء، ما بيثقش في الاصدقاء. ليه يا استاذ ملاذ؟ ممكن يكون قابلك مثلا طبعا مواقف، بس مش كل الناس زي بعضيها. انا مش عايز ادي الثقه الكامله في الاصدقاء، خلاص مش هديها كامله، لكن اكيد هوصل لناس مش كل الناس زي بعضيها. لو في صديق حصل معايا مشكله معينه وكان فيه عدم ثقه، مش معناها ممكن حتى لو صديق او اثنين للاسف اتهمت فيهم بطريقه معينه. يا جماعه مش ده معناه ان الدنيا اتقفلت وخلاص ما فيش اي ثقه في كل الاصدقاء. طبعا لازم نغير بس الايه؟ النظره دي شويه. نظره ممكن تبقى ايه؟ يعني شبه الشوام، عايزين نظره ايجابيه شويه، واحاول ادور على الثقه بيني وبين الاصدقاء شويه. استاذ بشرى ليه اعرفه تمام؟ استاذ اسماء، منى اهلي رافضين اختلط بالبنات، لا صعبه كده شويه. يعني احنا ما فيش اختلاط بالشباب، خلاص طبعا انا معاكي طبعا موافقين، لكن ما فيش اختلاط بالبنات، لا صعبه قوي. فهنا من الاهل شويه احاول اقنعهم ان ما ينفعش ان احنا نعيش لوحدينا، ما ينفعش. واحاول اجيب حاجات مثلا دينيه بطريقه معينه ان احنا لازم نتعرف على بعضينا. الناس يا جماعه لازم يبقى مجتمع واحد، ولا احنا كلنا بنتفرق بعيد عن بعضينا؟ ما ينفعش، لازم احاول اقنعهم. طبعا ما ينفعش ان انا برضك يعني اعصلهم امر، بس احاول اوجد لهم الفرصه ان انا اقنعهم بطريقه معينه. لان ما ينفعش ان انا حتى ولو مش فكره ان انا اختلاط جامد، بس يبقى في حوارات بيني وبين اصحابي على الاقل بطريقه معينه. حاول يا استاذ منى ما تسيبيش طبعا الموضوع ده. احسن التعارف من خلال الاعمال الخيريه. استاذه مي بتضيف لنا جزئيه ممتازه طبعا. استاذه مي على فكره تعرفوا حاجات السعاده الخطيره، السعاده اللي بتضيف للناس فعلا حاجه خطيره، لما بتعمل اعمال خيريه بتحس بالسعاده كمان فيها. تحس ان انت بتتعامل مع الناس وانت كل نفسيتك فرحان بيها جدا. شكرا ليكم استاذ مي. استاذ محمد من ذكر وانثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ماشي. طبعا المفروض من حكمه، دي حكمه صينيه. ايه هي الحكمه الصينيه؟ اللي عليها استاذ مريم، وانا كمان مش بوافق في حد. لا يا ريت يا استاذ مريم بلاش برضك النظره التشاؤميه دي، واستاذنك ان شاء الله هتحاولي تدوري على الثقه دي، برغم ان ممكن يكون فعلا قابل حضرتك حد معين تم عمل موقف معين فراحت الثقه، بس الثقه دي لما تروح زي ما قلنا تاني من شخص او من شخصين، بلاش يا ريت بلاش نعممها على كل البشر، مفيش حاجه اسمها تعميم. احاول ان انا الشخصيات اللي عملت كده خلاص يبقى انا حذر فعلا منهم، وابقى عندي الحرص في التعامل مع ناس، بس ما اخليش ان انا ولا ثقه جامده قوي ولا الموضوع يبقى انا عمليه ان انا اشيل، مفيش حاجه اسمها ثقه تماما بالناس، ولا كده قوي ولا كده، ادي توازن بس شويه. استاذ ملاذ بيقول بحسهم كلهم زي بعض بيكرروا المواقف. بمعنى ايه بيكرروا المواقف؟ هل يا ترى قصدك على الثقه ولا قصدك ايه؟ وضحوا لنا يا ريت بس. استاذ محمد ايمن، انا ابتديت اكره صحابي في المدرسه، يا ساتر يا رب. لا طبعا استاذ محمد مش معاك في الجزئيه دي. كلمه بس الكره هنا صعبه شويه، حتى لو عملوا فيها حاجه معينه احاول اقرب مني اصحابي، شوف هم بيقربوا من بعضهم ازاي، شوف يا ترى هم كرهوني او ان انا كرهتهم. يعني معنى انا كرهت المجموعه دي معناها صعب شويه. ان يا ترى هو في حاجه بيني وبينهم كلهم، يعني بيني وبينهم كلهم، هو يا ترى العيب فيا ولا العيب في كل اللي حواليا دول؟ احاول بس اعيد النظر تاني في الموضوع ده واشوف هو ترى هم وصلوا كده ازاي، ولا انا وصلت معاهم لكده ازاي؟ مفيش ولا صاحب يستاهل ان انا اقرب منه. صعب شويه اشوف فين نقط القوه اللي موجوده فيا واحاول ان انا اقويها شويه. احاول اشوف هم يا ترى عايزين ايه؟ وممكن تكون انت فيك حاجات معينه ومثلا عامله معاهم مشكله، فلازم تشوف الموضوع ده وتبص له من ناحيه ثانيه. يا ريت حاول كده على قد ما تقدر. استمر بيقول مش كل الناس بيكونوا اصدقاء يعني ما ينفعوش. ماشي طبعا مش كلهم ما ينفعوش طبعا. هنسبق شويه حبه بس كلام عشان نقدر ان احنا نكمل بقيه المحاضره.
طيب زي ما بتقول ممكن اقنعهم بالمجال اللي هختلط بيهم فيه. تمام. استاذ اسماء ممكن يكونوا اهلها خايفين عليها، دي على استاذه منى طبعا، لان فكرهم ان الاصحاب بيفسدوا بعضهم فعلا. ممكن ناس بيساعدوك يا منى، بص شفت الناس عمالين يردوا اهو، في ناس اهو اصحاب اهو معاك. طيب استاذ عاشور جدا، سعيد ممكن الحديث يخوض مشاكل خاصه ودي لا احبها في الاخرين. طبعا ماشي، في حاجات بتبقى خصوصيه للشخص انا مش عايز ممكن ان انا اتطرق ليها، مفيش اي مشكله طبعا. طيب بعد كده في استاذه مريم بتقول بحاول وكل لما اثق في حد اخاف انه يطلع وحش، انا عندي النظره التشاؤميه من قبليها ان انا اصلا ما عنديش الثقه في حد، بس انا من قبليها بحضر ان هو هيطلع ممكن وحش. لا ادي الفرصه، مش لازم ادي ان انا الثقه كامله، لكن احاول ادي بس ان انا هيحصل سخم. ثم خلي بالكم احنا قلنا انا اللي هسمع مش الناس اللي هتسمعني اكتر الوقت احنا عايزين، ده انا اللي عايز اسمع، انا اللي عايز الناس اللي هي تلجا لي. فمن هنا لما هدي حتى الثقه وما اخدوش اسرار ليا كتير، لكن انا اللي بحاول اطلع من الناس طلعوا اللي جواكم، انا بحاول ان انا اطلع اشوف رغباتهم فعلا ايه. هي موضوع حتى ممكن يبقى صعب على الناس شويه، بس هو عايز له اجتهاد مننا على قد ما نقدر. طيب استاذ محمد ايمن، لمجرد ان عندي امل السنه دي وبطلت العب، مجرد ان عندي امل السنه دي وبطلت العب، ان انت عايز يعني تذاكر وبطلت تلعب معاهم يعني، فهم كده يعني كرهوك او انت كرهتهم يعني، انت عايز تبعد عن اللعب. طب ايه المشكله؟ هل ان انا عايز ابعد عن اللعب وعايز اذاكر كده هل معناه ان اخسر اصحابي او ان انا كرهتهم؟ لا، طب انا احاول برضك اجيبهم ان هم كمان برضك يذاكروا زمايلي. خلاص يا منى احنا هنا اهو، يلا يا ست منى اهو الحمد لله، وجدت لك اصحاب من المحاضره الحمد لله، بقى ليك اصحاب يا ست، مفيش اي مشاكل الحمد لله. طيب ممكن نكمل بقى موضوعنا، ندخل على النقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعد كده اللي هي كيف تجعل الناس يحبونك فورا، كيف تجعل الناس يحبوك على طول، ازاي ادخل في الجزئيه دي وابتدي ان انا اذا وناس انا ممكن يحبوني فعلا على طول بالطريقه دي، هي بالسهوله دي. تعال نشوف الفكره اللي فيها هنا، عايزين نخلي الشخص اللي انت فعلا الشخص الثاني الشخص الاخر اللي انت بتتكلم معاه تخليه ان هو بيشعر انه مهم، يشعر ان هو مهم. خلي بالك انت مش تضحك عليه، انت بجد تديله الاهتمام. لما بنقول في اخر جمله هنا وافعل هذا بصدق، هو في فرق يا جماعه هنا بين النفاق والمجامله؟ عارفين النفاق والمجامله، حد يقدر يقول لي في فرق بينهم ولا الاثنين زي بعضيهم يا ترى؟ اول واحد استاذ محمد مخالفه الظاهر للباطن، ده النفاق كويس جدا. هند بتقول فعلا بتفرق، طبعا يفرقوا عن بعضهم كلمتين صح. زمايل المجامله ممكن من باب روح رفع الروح المعنويه وتقويه الثقه بالنفس، ممتاز جدا. هنا الفكره احنا بنفكر مع بعضينا، بنحاول كده نشوف الناس اللي معانا ايه الحاجات دي كده، نحاول ان احنا نتفاعل مع بعضينا بطريقه معينه. حد عنده استاذ محمد استاذ رائد، المجامله اطراء لصفات وميزات حقيقيه، كويس جدا كلمه حقيقيه دي ممتاز. تمارين المجامله ممكن ذوقيا وبدون مبالغه، بدون مبالغه تمام. اما النفاق معروف، كويس جدا فعلا معروف استاذ محمد. الفعل مع اكسابه طعم الصدق استاذ موسي، المجامله نوع من ارضاء الاخرين، ارضاء الاخرين ده استاذ اسماء، النفاق بتمدحه في شيء هو مش فيه، انما المجامله بتزين وتحسن حاجات موجوده فيه. تمام استاذ منى، حاولت بكل الطرق مع اهلي صعب التفاهم معاهم، ده احنا رجعنا تاني للموضوع، ارجو ده العقيم حتى الدراسه ربنا يا ساتر، ليا تزوجت مرتين يا نهار ابيض واتطلقت يا ساتر، والسبب افتقد المهارات الاجتماعيه. يبقى خلاص ان شاء الله هتحاولي. طيب انا باذن الله حاولي بقى تطوري المهارات دي ان شاء الله يا رب، يا رب يبقى الحياه بالنسبه لك باذن الله مختلفه. بس المهم ان انت ما تسيبيش نفسك ان انا اياس وان انا اكتئب، لا ده انا عايز اطور على طول مهاراتي وخلاص اعيش في الحاله اللي انا فيها واكمل على كده ان شاء الله. الحمد لله المجامله هنا تعتبر نفاق لكن محمود، يعني مش هنوصلها للنفاق قوي. استاذ محمد، استاذ محمد ايمن، النفاق ان اقول لحد انه مثلا ممكن يشتغل ب 20000، 20000 اشمعنى 20000؟ طب ممكن الشغلانه دي يا استاذ محمد طب فين هي بالظبط؟
طيب استاذ بلاز، مش حلوه المجامله، بحسها نفس النفاق. طيب لا، هي استاذ بلاز يعني خلى الاثنين يعني قريبين من بعضيهم. استاذ محمد بيحب المجامله، هو يا جماعه في حد ما بيحبش المجامله فعلا؟ ان حد يجامله اكيد صعبه شويه، يمكن لازم ما تكملش 5000، يمكن لازم ما تكملش 5000 وانا بقول له 20000 دي ماشي اوكي. طيب نقدر نقول هنا عشان بس اجاوبكم على الجزئيه دي، المجامله هنا لما يبقى في حاجه فعلا زي ما قلتوا كل حضراتكم كده في الكلام الجميل الرائع اللي انتوا قلتوه، ان فعلا المجامله هي موجوده في الشخصيه، بس بحاول ان انا اكبرها له فعلا واجملها له، فالشخصيه دي بتفرح فعلا بيا. هل وصلت للنفاق؟ لا انا ما وصلتش للنفاق. النفاق هنا زي برضك ما حضراتكم قلتوا، ان في لو انا بقول بنافق في حاجه معينه، ان اصلا مش موجوده الحاجه دي في الشخص. وابتدي ان انا ده انت عندك كذا، ده انت يا فلان، ده انت شربطت سعادتك يا فندم، بالنسبه لنا دي حاجه خطيره. اصلا هو ولا انا بحبه ولا انا بنافق نفاق، النفاق واضح جدا فعلا. بالرغم من كده تخيل في ناس بتحب النفاق ده. لكن احنا مش هنوصل لو انا نافق، انا ممكن بس ادي المجامله دي. ادي المجامله للمقربين استاذ هند. جميل، مفيش مشكله طبعا. لكن الفكره هنا ان انا ممكن ادي بقى المجامله دي ونشعر، نخلي في شعور الاخر ان هو مهم، انسان مهم فعلا. ادي له الاهميه دي ازاي؟ ان انا احاول ان انا اخليه يحس ان هو فعلا انسان بمعنى الكلمه، وانا عايز اسمعك فعلا زي ما قلنا بعض الحاجات النقط اللي فاتت. انا دلوقتي عايز اسمعك، عايز احسسك باهميتك فعلا. مجرد ان انت بتخليه هو بس يتكلم يقول كل الحاجات اللي جواه، يقول مثلا انجازاته هي ايه، ادي له الاهتمام دوت. بس خليه ايه، انا مش بضحك عليه، خلي بالنا الحاجات دي طبعا بتظهر وبتبان فعلا من الناس بتحس بيها. انت مجرد بتسمعني كده وخلاص او كلام وخلاص؟ لا، لو مجرد ان انا اديته الحاجه دي بصدق فعلا يا جماعه، هتفرق كتير قوي، وهيحس فعلا ان انا اشعرته بالاهتمام دوت. واكيد يا جماعه في الاخر هيحسسني هو في الاخر ان هو فعلا بيحبني، اللي هي كيف تجعل الناس يحبونك فورا. هيوصلوا في الاخر ان هو بيحبوني فعلا، لان هو خليني انا حسوني بالأهمية، أنت حسيتني إن أنت مهتم بيا، بس يتعمل الموضوع ده بصدق وليس بنفاق. هي دي أهم حاجة في الجزئية دي. بعد النقطة دي يشعر بالامتنان فعلا أستاذ مي. بعد النقطة دي ندخل على الجزء الثاني، النقطة الثانية في المحاضرة اللي هي طرق جذب الناس لطريقة تفكيرك. وإحنا كده خدنا أول حاجة اللي هي كانت كيف تكسب محبة الناس. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو طرق جذب الناس لطريقة تفكيري، أنا ليا تفكير معين، طب الناس ممكن فعلا تنجذب لي إزاي؟ ولا هتبعد عني؟ هل يا ترى أنا عايز الناس تقرب مني ولا الناس تبعد عني؟ هي دي على حسب برضه اللي أنا نفسي فيه إيه بالظبط. سعيدة لله، مرحب بيكي. لازم أنا أقصد بيه الإقناع، ممكن يبقى فيه فعلا إقناع بطريقة معينة، إن أنا أحاول أقنع الناس بحاجة معينة، نحاول اخلي الناس تقرب مني، تبقى مقتنعه بطريقه تفكيري باسلوبي. صح يا استاذ مي؟ هنبتدي مع بعضينا. طيب اول نقطه وهنشوف بالظبط هيبقى الموضوع ايه. اول نقطه اللي هي ايه؟ لا تجادل. نشرح فيها كتير استاذ محمد، دايما نشرح فيها كتير. انا معاك يا فندم، مفيش اي مشاكل خالص. طيب لا تجادل، مستحيل. ادي اول واحد، اول كلمه حضرتك يا استاذ محمد قلت على لا تجادل ولا على حاجه ثانيه؟ دي البدايه كده، مستحيل على طول. طب يعني نسمع بعضينا ونحاول كده ان شاء الله. ايه رايكم في منظر الاثنين اللي بيتجادلوا دول مع بعضهم؟ ايه رايكم؟ في عندنا شايفين القنابل والهيكل العظمي اللي طالعه من بق ده وبق ده، والدنيا يعني ضايعه مع بعضهم خالص. خلي بالنا ان الطريقه الوحيده للوصول الى نقاش افضل هو تجنبه. احنا اول في فرق هنا يا جماعه، خلي بالنا، بين المناقشه والجدال. ما لم تكن الاصابات طبعا استاذ محمد، اهم حاجه ما فيش اصابات، دي اهم حاجه طبعا. المناقشه والجدال الفرق بينهم كبير جدا يا جماعه. المناقشه ان احنا عمالين نتناقش مع بعضينا وبنحاول ان احنا نوصل لحاجه مع بعضينا في الاخر. تمام؟ المناقشه فيها ان احنا بنحاول نتبادل الاراء، لكن نتبادل الاراء، نتبادل الحوار. طبعا يا سلام على المجتمع دلوقتي بتاعنا، ان احنا بنجادل كتير جدا ونتمسك بارائنا كتير جدا. سمعي بتقول
الجدال كل واحد متمسك برأيه دون تفكير. أنا مصمم صح يا أستاذ علي، أنا مصمم إن هو ده رأيي مفيش غيره. يبقى إحنا من هنا عايزين أول حاجة من طرق جذب الناس لطريقة تفكيري إن إحنا ما نجادلش، مش عايزين نخسر الناس، ما نجادلش. الجدال كل واحد متمسك برأيه دون تفكير، صح كده؟ سيمضي. بس ساعات الجدال شيء رائع لو مش بتحبه. إزاي شيء رائع؟ لو مش بتحبه اصلا هيبقى شيء رائع، لو قصدك كده تمام. استاذ محمد، فقط الجدال السياسي نتجنبه. والله يا استاذ محمد، هو الجدال السياسي ده دلوقتي يحوز على مثلا 90% من الموضوع. تمام، طبعا نتمنى الناس تبعد عن الجدال السياسي ده، فعلا حضرتك بتتكلم صح. بس مع ذلك في جدالات ثانيه كتير، لكن اكتر اللي في مجتمعنا مثلا فيه هو جدال فعلا سياسي. نتمنى لو الناس بعدت عنه هتبتدي الناس تقرب ثاني من بعضيها، لان في ناس عماله تخسر بعضيها كتير جدا للاسف. ومجرد ان في جدال في حاجه معينه الناس تخسر بعضيها، وما بالك الناس عماله تخسر، عماله تخسر، عمالين نتفكك احنا كلنا كمجتمع. ده انا دلوقتي بقول ده انا عايزين نكسب بعضينا، مش عايزين نخسر بعضينا. سمعني، وعايز اقنع اللي قدامي برايي بالعافيه. فعلا الجدال كده يا استاذ مريم، عايز بالعافيه، لازم هو انا اللي صح. بس محمود، اخره ان النقاش الاتفاق، لكن الجدال اكيد صح جدا. محمود فعلا صح. زماني، كل انواع الجدالات مشكله. بالظبط كده، برافو عليكي. اي انواع، مجرد ان هي اتنقلت الكلمه من نقاش الى جدال خلاص انتهت. يبقى احنا من هنا عايزين نعمل ايه يا جماعه؟ عايزين نتجنب الجدال. استاذ محمد بيقول كيفيه تجنب الجدال مع شخص اخر يريده. ما نتكلمش يا فندم، هو عايز يجادل، يجادل مع نفسه زي ما احنا كاتبينها هي دلوقتي مكتوبه، نتجنبه. طب هيقول لك انت تسيبني وتمشي، مش عايز اتكلم في جدال، ما ينفعش اتكلم. زمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا كفيل ببيت في الجنه لمن ترك الله، الله عليك، لمن ترك الجدال من اجلي. تمام، فعلا استاذتنا الغاليه ترك الجدال استاذ اماني ولو كان محقا. تخيلوا، فعلا ممتاز، فعلا الله عليك اني ذكرت الحديث ده، فعلا جاي في وقته جدا. ان انا فعلا لو تركت الجدال انا كده ليا بيت في الجنه من اجلي. لو تخيل بس من اجلي، لو افتكرنا الحته دي كده انت اثبتت الموضوع ده ممتاز. حتى لو كان ايه يا جماعه؟ حتى لو كنت محق، ما انا اصلا بجادل وانا اصلا عارف ان انا محق. لا بس انا اللي عارف كده، لكن الشخصيه الثانيه او الشخصيات الثانيه هي مش عارفه ان انا محق. جميل جدا. استاذ منى مفيش صوت، هنشوف الناس تتواصل معاه عشان نشوف الصوت قدام. تمام استاذ محمد، استاذ محمد انا زعيم بيت في رب الجنه من ترك المراء وان كان محقا. تمام زماني، الصوت تمام ماشي اوكي. طيب يبقى ده الجدال يا جماعه. يبقى اللي بنوصي بس هنا في الجزئيه دي ان احنا عايزين نسيب الجدال عشان نكسب الناس. يبقى احنا مش عايزين نخسر الناس، عايزين نكسبهم، فيا ريت نسيب الجدال. لا ده انا مش قادر، ده انا اصل في موضوع لازم اكمل. ما هو انت عايز تكسب الناس؟ انا كل شويه بفكركم بالجزئيه دي. هو انا عايز اكسب الناس وانا عايز اثر في الناس ولا عايز اكون عادي؟ لو عايز اكون انسان عادي خلاص براحتك، طبعا ايه؟ جادل براحتك لو كده. حتى لو كنت انت صح يا استاذ محمد برضك ما تجادلش. زي عند الجدال الحاد فقد التواصل وسوء الفهم والتفاهم. ماشي بالظبط كده، فعلا هيدي جدال حاد او اي نوع من الجدال زي ما. طيب دلوقتي النقطه اللي بعديها هنتكلم فيها بعد لا تجادل، اللي هي كن دبلوماسيا للوصول لهدفك. استاذ محمد بيقول طب النقد، احنا بنتكلم لسه في النقطه اللي فاتت. طب النقد، النقد هنا خلي بالك مختلف تماما. النقد لو انا عايز اديله نقد بناء هتختلف، دي هنا مش جدال. هل اولا الشخص اللي قدامي متقبل النقد؟ يبقى انا استاذنك، يبقى طبعا هقول، يبقى كده ما فيهاش جدال تماما. هل يا ترى النقد انا عايزه هدام يعني ههدم فيك، ولا انا عايز اديلك فعلا نقد بناء فهدي لك هديه؟ لو اعتبرتها ان هي هديه والشخص اللي قدامي هيتقبلها، انت بعدت تماما على الجدال. ما احنا لسه بنقول دلوقتي يا استاذ ابوسي، فعلا الفرق بين النقد والجدال، الجدال دي انا مقتنع برايي جدا واللي قدامي مقتنع، وفي الاخر ممكن نضرب بعضينا. ده جدال مش هيؤدي في الاخر الى اي حل. لكن النقد انا دلوقتي بدي رايي في حاجه معينه، حد قال حاجه معينه فانا اديته النقد البناء. لو الاول ممكن تساله هل هتتقبل النقد؟ قال لك ماشي اوكي خلاص مفيش مشكله تماما هقول لك نقد. طب افرض قال لك من الاول لا مش عايز اسمعك، مش عايز اسمع نقد منك، خلاص شكرا جزيلا
انا مش هقول لك اي حاجه، مفيش مشكله، لكن ادالك الفرصه يبقى اديلك النقد بس يكون بناء زي ما قلنا. افرض انا نقدته وهو ما زال متناقض متناسب برايه، يبقى احنا كده لسه بنتكلم في جدال، يبقى انت بتنقده عشان بتكمل الجدال في الموضوع. لا ما ينفعش هنا ان انا اكمل ثم ينقلب الى جدال، مجرد ان هيوصل للجدال في الاخر انا لازم ابعد عنه. انا مجرد ان بديله نقد في حاجه معينه عشان اجادله بيها، لا شكرا جزيلا، انا شاكر لحضرتك، انا مش عايز النقد ده. تمام كده؟ طيب النقطه اللي بعديها اللي هي كن دبلوماسيا للوصول لهدفك. بنتكلم قريبين برضك من النقطه اللي احنا بنتكلم فيها من شويه اللي هي موضوع الاراء والحوار. نعمل ايه يا ترى؟ احترم اراء الشخص الاخر ولا تقل لاحد انك مخطئ. انا عايز احترم فعلا الناس كويس جدا، هيفرق قوي. شايفين في الصوره هنا دلوقتي انا رايي هو المهم مفيش زيه، لكن الراي الاخر لا، ده انا هطحنه، ده انا عايز ادوسه، وانا مش عايز حد يسمع اصلا راي الاخر، انا عايز رايي هو الاساس. يا ريت الناس اللي حواليا كلها تبقى شايفه ان رايي هو اللي صح، لكن اي حد تاني لا 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 مش هنسمع له الراي. طبعا دي مشكله هنا، هل الناس لما تفضل تلاقيك ان انت ده رايك هو الاساس وانا عمال اتكلم عن رايي وانا مفيش غيري، هل الناس هتجيلي ولا هتسيبني؟ سيبوش بتقول النقد اني اقول وجهه نظري واسكت سواء اقتنع او لا. يبقى ممكن اقولها بس المهم ان احنا ما نوصلش في الاخر زي ما قلنا الموضوع ايه؟ الجدال. طيب استاذ محمد راي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب. راي انا صواب يحتمل، يا ريت ان انا اخد فعلا هو فعلا يحتمل الخطا. ممتاز جدا. مهندس طلال يقول واذا كان راي هذا الشخص، راي للشخص ده يضرك. يعني انا هقول رايي دلوقتي لو قلته للشخص هيضره، نفترض. طب هل عشان بس لو انا فاهمها كده صح، اذا كان رايي هذا للشخص هيضرك، هيضر مين؟ هيضرني انا، يضرني انا ولا يضر الشخص اللي قدامي؟ يعني لما هقول رايي دلوقتي يا باشمهندس طلال، لما هقول رايي دلوقتي هيضر الشخص الثاني، يضرك انت، يضرني انا. يضرني بمعنى ايه يا ترى؟ يعني انا هقول رايي دلوقتي يضرني. طب ازاي؟ ممكن توضح لنا اكتر يا باشمهندس طلال؟ انا دلوقتي في راي هقوله هيضرني، يعني انا صح قصدك ان هعترف براي اخر؟ لو انت قادر ان انت تعترف، لو قصدك كده في الموضوع، لو قادر ان انت تعترف وهيضرك وهتتحمل كده مفيش مشكله، لو انت قادر تتحمل كده. لكن معنى يا ترى ان هو هيضرني يا ترى؟ لا انا مش هقول بقى الراي ده. لو بتعامل ممكن مع مديري ماشي اوكي تمام، يبقى انا مثلا هوقع نفسي في حاجه هتضرني زي ما حضرتك بتقول، هتضرني بطريقه معينه. والله الراي ده فعلا لو هيوصل لحاجه فيها مشكله خلاص انا ممكن زي ما قلت ممكن احتفظ بالراي دوت. هتضر حد بطريقه معينه؟ لا يبقى انا مش عايز اضر حد او اضر نفسي خلاص. يعني احنا الفكره هنا ان انا ما اوصلش بس للجدال، ان انا ما اوصلش ان انا عايز الفكره، ان انا عايز احترم راي الشخص الاخر، دي مهمه جدا. طب رايي انا ماشي، انا احترم رايي كويس مفيش مشكله، بس يا ترى الشخص الثاني هيحترم رايي؟ ممكن ما يحترمهوش. هل من هنا يبقى انا خلاص ما احترمش رايه؟ عارفين الفكره الاساسيه هنا يا جماعه بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي لو انا في فعلا اراء الناس كتيره برضك زي ما بنقول، الاراء كتيره بنتعامل مع بعضينا، انا رايي هو بس الوحيد اللي صح؟ ولا ايه الفكره؟ ولا انا ممكن ان انا فعلا اسمع راي حد ثاني؟ يعني انا رايي ما فيش غيره وراي اي حد ثاني هو اكيد غلط؟ ما ينفعش ان انا اتعامل بالطريقه دي، دي اكيد هتبعد الناس عني تماما. واحنا بنأكد ان انا مش عايز ابعد الناس عني. سيبك تقول الراي ولا يغير اذا كنت محقه. ماشي اوكي. يبقى هنا الاساس طيب ان انا بس مش عايز، طب انا شايف برضك قدامي ممكن ان في راي قدامي غلط وشايف ان حد ممكن لا يزعل مني، مش هيتقبل مني اصلا الراي دوت. خلاص يبقى انا كده ايه؟ مش هقدر اقول ان انت رايك خطا. ان انت في مشكله فده هو مش هيقبلها اصلا. عشان اكون دبلوماسي في الموضوع هنا مش هقدر اقول له هنا طب انا هسكت عن الموضوع، ما اقولوش ان ده خطا، ما هيخسرني الشخص ده، والشخص اصلا ما عندوش القابليه ان هو يقبل مني الراي ده. خلاص يبقى مش هقدر ان انا اقول له حاجه في الجزئيه دي. ماشي يا جماعه. النقطه اللي بعد كده اللي هي اذا كنت مخطئا سلم بخطأك. هل في منا فعلا لما حد بيغلط بجد فعلا هيعترف ان عنده خطا؟
هل في فعلا حد قبله الجزئيه دي اللي هي ثقافه الايه يا جماعه؟ شكرا يا استاذ محمد، اكيد طبعا كويس طلع. ايوه كده يا استاذ، نعم عين الصواب مهندس طلال. استاذ محمد انا ممتاز يا جماعه، الله عليكم، اكيد استاذ محمد ايمن. يعني فعلا لما احنا فعلا بنخطئ استاذ ايمن، اكيد لما بنخطئ فعلا بنسلم بخطأنا فعلا، بنقدر اللي هي الثقافه بتاعت الاعتذار في عند ناس ممكن كتير. استاذ مريم انا كتير كويس جدا، بس طبعا الواحد ما يغلطش كتير عشان ايه ما يعتذرش كتير، هي دي المشكله، الاعتراف بالخطا. تمام، اذا احنا هنا لنكن امناء مع انفسنا فلنعترف باخطائنا دون تردد. خلي بالنا احنا لو حطينا في دماغنا ان احنا فعلا نكون امناء مع نفسنا، ان احنا عندنا الثقافه دي، طب عكس الموضوع ده ايه؟ طبعا ايه هو عكسه؟ بعتذر كتير حتى لو مش غلطان. يا نهار ابيض استاذ مريم، حتى لو مش غلطانه بتعتذر؟ لا، هو انا لو مش غلطان لا مش معقوله كل شويه اعتذر، لان الناس هتتعود على اعتذاري على كل حاجه، على حاجه فعلا عملتها او حاجه ما عملتهاش. فانا اخلي بالي طبعا مش الاعتذار على طول، لا انا لو مخطئ فعلا يبقى اعتذر، طب انا مش غلطان يبقى اعتذر ليه؟ استاذ محمد فعلا نعول سحري، هو فعلا سحري. ماشي كويس يا استاذ محمد. فهنا هي دي الفكره يا جماعه، خلي بالنا عكس الموضوع ده ايه؟ ان انا مفعول سحري. ايوه كده، انا قلت ايه نعول دي؟ يعني خلتني بصراحه اشك الكلمه نعول يعني ولا ايه بالظبط؟ مفعول سحري. تمام، لو هنا عكس الموضوع ده انا بقول ايه؟ عارفين الكبر يا جماعه؟ عكس الله سمري النص، لسه انا بقول اهو، وطلعت فعلا عكس التكبر، عدم مصارحة مع النفس. مشكلة ان انا ما عنديش المصارحة اصلا مع نفسي، ما عنديش لسه، مش قادر ان انا اعملها. بس محمد بيقول حتى لا اخسر انسان ممكن اعتذر على الرغم انه هو المخطئ. يبقى دي الفكرة اللي قالتها اختنا دلوقتي، ان انا ممكن اعتذر حتى ايه، حتى لو مش غلطانة ممكن، بس ما تفطرش بس منها عشان ما اخسرش الانسان. حلو قوي الروح الجميلة دي، حلوة الروح في الجزئية دي، ممتازة طبعا. بالضبط كده يا استاذ محمد، فعلا هي وافقت على رايك لان فعلا صدقنا، بس هي الفكره ان انا ما كترش بس فيها، وانا هفضل ما اخسرش كل الناس عشان ان هم حتى لما يغلطوا فيا انا بس هعودهم ان انت بتغلط بتغلطوا على طول فيا، وانا اللي طب هعتذر لكم لحد امتى؟ لازم اديهم برضه حته ان لا مش انا اللي غلطان على طول. اوكي يا استاذ مريم، يبقى بس هي الفكره مش كل الناس، لكن في ناس بيبقوا فعلا غاليين علينا مش قادرين ان احنا نسيبهم، خلاص هنبتدي جايين على نفسنا اكتر ومش قادرين. لكن تخيلوا، برافو عليك يا استاذ مريم، ان انت كمان ايه يعني جاي على نفسك زياده وتحاول ان انت تعملي مع الناس يعني اكتر ما يكون. لكن تخيلوا بقى اللي فعلا عنده الكبر، ربنا يا رب يعافينا ويحفظنا منه، لكن هتبقى الفكره لا يدخل الجنه اللي عنده ايه يا جماعه؟ لو مثقال من ذره من كبر مش هيدخل الجنه، لازم الكبر ده يضيع تماما. استاذ اماني كده ضغط على النفس، اللي هي ايه يا استاذ اماني؟ ضغط على النفس من ناحيه ايه بالظبط؟ اللي احنا بنعمله لو استاذ مريم مثلا، استاذ مريم بتعمله مثلا موضوع ان هي اعتذار للناس كتيرة، يا ريت وضحها لنا. استاذ هند في حاله شخص لا اريد خسارته، فعلا صح كده، ان لو حد فعلا انا مش عايز اختاره ده اكيد. يبقى هنا الفكره ان انا لو واحد عنده كبر بطريقه معينه، لا دي اللي احاول انا بقى ايه، احاول اعود نفسي على قد ما اقدر ان انا اعمل ايه؟ ان انا لا ما ينفعش، لازم اتك على نفسي واجع نفسي قوي، ولازم ان انا اعتذر بدل ما انا فعلا غلطت خلاص. سبحان في حديث قدسي، الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، ومن نازعني واحدا منهما تبقاه في النار. او الحديث صحيح قدسي طبعا، وافقك عليه جدا. اشرف الاعتذار يفسر البعض بالضعف. ممكن يا استاذ اشرف فعلا لو الناس شافت فيك الاعتذار بالضعف، بس خلي بالك في ناس بتفهمه الحكمه منه كويس جدا، ان بالعكس الاعتذار دي لا، ده موضوع مختلف تماما، ده انت عندك كده رقي اصلا في التعامل. يبقى حتى لو الناس اعتبرته ضعف في بعض الاوقات، لا ده في ناس ثانيه بتعتبر ان هو رقي اكتر. استاذ محمود بيقول انا ما عنديش اي مشكله في الاعتذار حتى لو كان غيري هو اللي غلطان. شكرا ليك لنفسيتك الخطيره، ان انا فعلا ما عنديش، بس زي ما قلنا يا استاذ مريم ان انا بس مش هفكر فيه في كل حاجه. استاذ محمود كلمه اسف مش هتخسرك حاجه. تمام، بس خلي بالنا احنا لما نتعود عليها احنا هنقول على كل حاجه اسف مش قصدي، اسف مش قصدي، اسف انا ما كانش قصدي الحته دي، اسف. يبقى كتر الموضوع الناس هتاخد عليا ان انت دايما بتعتذر، فلا انا خلي بالي منها عشان الموضوع ايه ما يكترش مني.
المشكلة في الثقافات من الناس بتتعامل معاهم مختلفة. في فعلا الثقافات بتبقى مختلفة، يبقى لازم نخلي بالي من الثقافات دي فعلا. صمود لا انا مش كتير، طب كويس ان مش كتير. مريم صح، انا بحاول اقل منه عشان فعلا بدأت اهون على الناس. كويس جدا ان انت خدت بالك ان انا ابتديت اقلل، يبقى مش على طول على الفاضي والمليان ان انا ايه الاعتذار. لا ده انا فعلا بس اعتذر لما اكون غلطان، او الاعتذار حتى لو شخص هو اللي غلطان عشان بس هو غالي عليا فانا فعلا مش عايز اخسره. يبقى هنا بس احنا بنحدد الجزئيه دي. تمام، يعود هو في الوقت المناسب فقط. فعلا ممتاز جدا يا شباب. النقطه اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها اللي هي اسهل الطرق الى عقل البشر. يا ترى ايه هي اسهل الطرق لعقل البشر؟ عندنا دلوقتي لو استعنا بالرفق وبعدنا عن العنف، ايه رايكم في الحته دي؟ هل يا ترى احنا لما نيجي نتكلم مع الناس هل هو العنف هو الاساس في الموضوع، ولا بنبتدي ان احنا بيبقى فيه رفق في التعامل بنحس ان احنا فعلا بنوصل لعقل الناس، بنوصل لهم بجد، بنوصل لقلوبهم صح؟ هل بتفرق الجزئيه دي، ولا يا ترى ان انا لما اتكلم بعنف مع حد كده اتعامل مع الناس بطريقه كده معينه دي اللي هتجيب، ولا تجيب الرفق؟ الرفق هنا ولا العنف؟ الموضوع هنا مختلف. عارفين اللطف واللين طبعا في الزمان؟ لا طبعا. تمام، عارفين هقول لكم كده مثال في الجزئيه دي. عارفين لما بيجي مثلا اولاد بيصلوا مثلا في المسجد، وهنا عملوا مثلا حاجات معينه، جريوا او لعبوا وعملوا اي حاجه، وبعد الصلاه يروح واحد جاي لهم كده وطلع لهم من الجامع ان هو يقول لهم ايه؟ يا ابني انت هو ايه اللي عملته ده؟ يا ابني ما بيعملش كده، تعالى انت هنا. اول ما يبتدي ان هو حد بيعملهم كده، هو العنف يا ترى ده هو اللي هينفع؟ ولا لو قلت له يا ابني ليه بتعمل كده؟ طب تعالى بس اتعلم، تعالى اقف جنبي وانا اعلمك معايا نعمل كذا، اعمل كذا. يبتدي ان هو بس لو بالرفق. خلي بالنا لو اتعاملنا بالعنف في الجزئيه دي ممكن مثلا الاولاد ما يدخلوش مثلا مسجد تاني بكل بساطه، خلاص انتهت، لان تعامله بطريقه معينه مش هيدخلوا تاني. وكذلك الناس لما نيجي بنعاملهم بعنف وفي الصوت بتاعي كده حاسس ان هو جهوري وحاسس ان انا بعامله بطريقه ما تنفعش ان انا اعامله كده، الحكايه دي يا جماعه بتخلي الناس تنفر مني، مش هتبقى عايزه تشوفني. الناس تشوفني لا، ده الشخصيه دي بتتكلم بطريقه صعبه قوي، ده الشخصيه دي بيتعامل معايا بطريقه ما تنفعش اصلا، مش ادميه اصلا يتعامل بيها. سيناريو بتقول صراحه في مش بيسمعوا الكلام غير كده. ماشي، ما انا حتى لو مش بيسمعوا الكلام غير كده بس دي مشكله. ما هو الشخصيه دي لما هيجوا مش هيسمعوا الكلام بالطريقه دي، هم ممكن يسمعوه مره. طبعا على حسب احنا بنتكلم في علاقات بطريقه معينه. على حسب علاقاتي مع الناس اللي بتقابلني هي مين بالظبط. لكن لو هو نظام مش بيسمع الكلام الا كده، لا انا بس لازم اخلي بالي ان انا بتعامل مع مين عشان اقول له كده. استاذ محمود بيقول التعامل بالعنف ممكن يسبب ضعف الشخصيه، ده حقيقي كده. انت بتوصل بس لحته ايه؟ العنف كمان لو مع الاولاد ممكن فعلا تضعف الشخصيه، مش مديهم حريه من التعامل، مفيش رق معاهم في اي حاجه. استاذ محمود بيقول العنف عمره ما كان حل، ده اساسي في التعامل، ما ينفعش ان يبقى في عنف اصلا. هل انا ممكن اوصل للحل؟ مش هعرف اوصل فعلا لاي حل تاني. زيند بتقول ممكن مشاعري وخوفي على الاخرين زياده ممكن يفهموا خطا. هو طبعا انا مشاعري دلوقتي وخوفي عليهم هيفهموا خطا بمعنى ايه؟ لا طبعا، ده انا هكسبهم جدا كده، انا هوصل ليهم كويس جدا لو انا اتعاملت معاهم بطريقه كويسه. لكن لو اتعاملت معاهم بطريقه العنف دي لا، هتبعدني عنهم تماما. احنا بنتكلم طبعا، خلي بالنا في التعاملات بس عشان تختلف. هل تعاملي مع اسرتي مع اولادي دي اكيد فيها جزئيه بس مختلفه. هل تعاملي مع التعامل بتاعي مع زملائي مع اصحابي التعامل هيختلف، بس الاساس وانا بكسب الناس اللي حوالي والاصدقاء هو تعاملي معاهم اللي احنا بنتكلم عليه، هو فعلا برفق ولا بعنف يا ترى؟ متى استعان بالعنف؟ استاذ محمد بيقول متى استعان بالعنف؟ وانت اصلا عايز تتعامل بالعنف ليه؟ مع الناس. هل يا ترى هتعرف تجيب حقك مثلا لو في حاجه حصلت من لما اتعامل بالعنف؟ مش الاساس ان انا اتعامل بالعنف يا جماعه، الاساس ان انا بتعامل بالرفق. ده الاساس، مش هتبين للناس ان انا هنا ضعيف، لا مش ده المعنى اللي هيوصل للناس ان انا هنا بقيت ضعيف، لا مش كده. استاذ اشرف بيقول هل من الصح التكبر على المتكبر؟
طيب طبعا يا استاذ اشرف، مش الفكره ان واحد متكبر فانا كمان زي ما بيقولوا هنا لا انا اتكبر عليه بقى، اشمعنى هو هيتكبر عليا؟ لا طبعا مش دي الفكره خالص تماما. هو انا لما الاقي صفه مذمومه في حد، هو انا يا ترى اعمل زيها ولا المفروض ان انا اعلمه؟ او حتى لو مش هعلمه احاول ان انا اوصل مهما حصل انا مش هبقى زيك، لان التكبر ده اصلا صفه مذمومه ما ينفعش تبقى فيا، انا مش هكون كده كمان. طيب استاذ ايمان، مش العنف، لا ممكن نقول الحزم. الحزم هنا خلي بالنا هو بيختلف زي ما قلنا في نوعيات معينه، هل مع الاولاد؟ اه يبقى في حزم. هل يا ترى لو انا مدير في مكان وبتعامل مع المرؤوسين اللي موجودين عندي؟ ايوه يبقى في حزم، مش هيبقى العنف عشان الناس تحبني هنا في المكان، حتى لو قلنا اديني مدير مثلا في المكان. طيب استاذ ساره، بدور حضرتك تقول لنا تعريف العنف، لان الناس بتتلخبط بينه وبين الحزم والشده. العنف هنا معناه ان انا عمال اعاقب بطريقه واعلي صوتي وخلاص، وانا مش فارقه معايا انا بعلي صوتي لمين وبعمل ايه وخلاص، انا عايز اخد حقي بالطريقه دي، انا عايز اعمل كذا، انا عمال العنف طالع مني وطالع باسلوب اصلا ما حدش طايقه تماما. اوكي كده، ده بالنسبه للعنف. هل هيوصلني لحاجه يا ترى؟ ما اعتقدش ان هو هيوصلني لحاجه، ولو وصلني هيوصلني في وقت معين بطريقه معينه، لكن الناس اصلا هتكرهني كره العمل. الفرق هنا بقى في الحزم يا استاذ ساره، ان الحزم هنا انا بحاول اجيب او احقق حاجه، انا افترض مثلا وانا في شغلي وبحاول ان انا ادي حزم مع الموظفين بطريقه معينه عشان اوصل لانجاز مهمه، ان هيقوموا بحاجه بفهمهم حاجه معينه، اشد عليهم بطريقه معينه. بس خلي بالكم التعامل اللي بيني وبينهم اللي كان في رفق قبل كده، وانا عارف هم طريقتهم ايه، بحاول انا اشوف الانسانيات اللي بينا وعارف شخصياتهم وعارف اتعامل معاهم، الحزم هنا هيبقى في وضع معين الناس هتعرف تسمع كلامي فعلا في الوقت ده، مش الناس هتسيبني وتحاول ان هي هتكرهني بعد كده، لا هي متفهمه ان هي فعلا موجوده دلوقتي، ان انا بشد عليهم شويه عشان بس نقدر ننجز المهمه. فهنا ده الفرق بين الحزم والشدة. طيب شوف الجزئية اللي بعديها، استاذ هند دول لا تكن امعة، فعلا مش همشي مع الناس بقى زي ما هم عايزين. طيب سر سقراط هو النقطة اللي بعد كده، افكركم تاني طبعا احنا بنتكلم في ايه؟ الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها النقط دي كلها اللي هي طرق جذب الناس لطريقة تفكيرك. تفكيرك ازاي الناس تنجذب ليها؟ دي الحاجات النقط اللي فيها اللي احنا بنحاول ان احنا لو طبقناها ان شاء الله هنقدر نوصل فعلا للموضوع ده. سر سقراط هنا بيقول لنا ايه؟ يا ترى سقراط دوت من ضمن الفلاسفه، سقراط دوت قال ان احنا لو سالنا اسئله للناس وبتحصل على اجابتها بنعم، احنا كده عمالين نكسب الناس. يعني ازاي ان انا وانا عمال اتكلم مع الناس عمال ان انا اوصل منهم لاجابات، اخد الاجابه نعم، اخد الاجابه نعم. يعني انت تحب ان انت مثلا تشترك؟ اه نعم. تحب ان انت تعمل كذا مثلا؟ اه نعم. وهكذا عمال اخد منهم نعم نعم نعم. خلي بالكم الاجابات بنعم دي في الاسئله بطريقه معينه، لو انا عايز اجري حوار مع حد دي بتخلينا في الاخر ان احنا بنكسب الشخصيه دي، وبعد كده اخليهم زي ما اتكلمنا قبل كده ازاي ان هو يحكي عن نفسه. انا هسمعك دلوقتي، طب قول كذا، بس المهم بدايه الحوار انا عمال افتح معاه بعض الاسئله اللي تخليني اخد اجابات نعم. السر اللي حصل في الموضوع ان انا لما باخد اجابات نعم في نعم في نعم، الاقي في الاخر في الشخصيه دي متجاوبه معايا، في ايجابيه معايا في الحوار. هنا استاذ رائد بيقول هذا له علاقه بطريقه السؤال وصيغته. طبعا من هنا انا بحاول ان انا لو عايز فعلا اوصل لاسئله بطريقه معينه، الصيغه ذات نفسها فعلا. مثلا انت عايز تشترك معنا في البرنامج الفلاني؟ نعم. هل يا ترى انت بتفضل ان انت الحاجه الفنيه اللعبه الفنيه هوايتك حاجه؟ نعم. طب قول لنا بقى هي ايه يا ترى هواياتك؟ هي ايه يا ترى اللي انت بتحبه وبتفضله؟ افتح بقى معاه. ده معنى سقراط، سقراط ده من ضمن الفلاسفه. عارفين افلاطون وسقراط ده سر من ضمن الاسرار كان هو بيتعامل بيها، عشان كده تسمى سر سقراط. فسقراط دي مش كلمه يعني، لا ده اسم الشخصيه اللي هي فيلسوف اليوناني. فدي الجزئيه ان انا ازاي اقدر اسال اسئله واقدر ان انا منها اتواصل مع الشخصيات. استاذه هبه، طب ما الاجابه هتخليه يحكي عن نفسه اكتر، ايه المشكله ما يحكي؟ ما احنا ده اللي احنا عايزينه، مش ده اللي احنا كنا بنقوله من الاول، ان هو هتخليه. يمكن حضرتك لو كنت حاضره معانا من الاول
احنا عايزينه فعلا ان الشخص اصلا يحكي عن نفسه فعلا، ده اللي احنا طالبينه. لان قلنا لما الشخص هيحكي عن نفسه هو هيحس بالاهتمام، هيحس ان هو مبسوط، هيحس ان هو فعلا لقى صديق ليه وهيقدر ان هو يكسبه. لا ما احنا طبعا يا استاذ هيبه بننقي اسئله بنحاول ان احنا ايه الاجابه فيها تبقى بنعم مش بلا، لان احنا عايزين نوصل في الاخر بكلمه نعم دي ان هو دخل معانا في ناحيه ايجابيه، فيقدر ان هو يتواصل معانا اكتر وابتدي ان انا اجدد فعلا الحوار ايجاد حوار مشترك. استاذ هند صح جدا لما اجيب حوار مشترك بعد كده معايا بطريقه معينه. النقطه اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها اللي هي صمام الامان في معالجه المشكلات. يا ترى هي ايه هو صمام الامان في معالجه المشكلات؟ الجزئيه دي هنتكلم فعلا فيها برضه، يمكن احنا اتكلمنا اشرنا ليها بجزئيه قبل كده، اللي هي نخلي الشخص الاخر يتحدث عن نفسه. عارفين دي كده احنا بناكدها في الجزئيه ثاني، لان احنا ذكرنا فيها جزئيه قلنا منها قبل كده في محبه الناس، ان احنا لو عايزين فعلا نعالج المشكلات صح خلي الشخص الاشخاص اللي قدامنا هي اللي بتتكلم عن نفسها. محمود ازاي هو ده السؤال اللي عايز اعرفه؟ يعني ايه ازاي هو ده السؤال اللي عايز اعرفه؟ وضح لي اكتر يا استاذ محمود يا ريت. كان صدرت صح الانصات، موضوع الانصات دي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في الجزء الاول من المحاضره، ان احنا دلوقتي موضوع الانصات ازاي ان انا فعلا اقدر ان انا اكون منصف، واحنا قدرنا نعرف ان الفرق بين الانصات وبين الاستماع. اسمحوا لي اقول اقصد هو سؤالك ده اللي عايز اعرف اجابته، اللي هو يعني اصبح حضرتك يعني لو نعم اللي انا عمال اقول مثلا نعم نعم، ده الشخص الاخر يتحدث عن نفسه. سؤالك ده اللي عايز اعرف اجابته برضك مش واصله يا اسمحوا لي، انما يعني لو انت عايز تفهم الجزئيه دي، ده الشخص الاخر يتحدث عن نفسه ازاي؟ ان هو يا جماعه عايزين نسمعه، واحد هو اللي عمال يتكلم، اللي قدامي عمال انا سايبه يتكلم ويتكلم عن نفسه كتير جدا، دي بتقرب الناس من بعضيها جامد قوي، بتفرق كتير جدا. عارفين في 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 قصه كده صغيره في الجزئيه دي، ان الشخص بيتكلم عن نفسه وعمل ايه هنا؟ ادت لايه؟ كان في واحد عايز يزور قرايب مراته، قرايب مرات دول في قريه، ولما راح لهم هو ملوش علاقه جامده بيهم. فالمهم لما راحوا فعلا المكان ده كان عباره عن بيت واسع وفي حديقه، ابتدى ان هو هيقابل عمه زوجته. فلما جه ان هو عايز يتكلم معاها زوجته سابته شويه، فلازم كان هو يدي حوار مع الست العجوزه دي اللي موجوده في المكان اللي هي قريبه زوجته، وملوش علاقه جامده بيها، بس مش قادر ان هو يعني عايز يحاول يتحاور معاها. فابتدى ان هو يكلمها على البيت، يكلمها على لقى مثلا عربيه في البيت بطريقه معينه وفيها حاجات جميله جدا، فقعد ان هو عربيه نظامها موديل بتاعها قديم شويه، قعد يكلمها على العربيه، هي العربيه دي كانت ايه بالظبط؟ فابتدت الست العجوزه من هنا تتكلم فعلا على العربيه، ودي العربيه دي كانت بتاعت زوجي ده اللي بات من زمان، ابتدت هي تتكلم على العربيه، العربيه دي انا مش مفيش اي حد يستعيلها هنا تماما، ما حدش مقدر اللي فيها، وقعدت تتكلموا على البيت والبيت ده فيه بص التراث ده فيه ايه؟ قعدت تتكلم عن نفسها. بعد ما خلص وخد فعلا ساعه او ساعات عمال يتكلم معاها، والراجل ما زهقش من الجزئيه دي تماما، حاول ان هو يديها الفرصه تتكلمي وطلعي اللي جواكي فعلا. هل هو زهق؟ وممكن يكون مثلا حتى تعب، بس هو اجتهد فعلا عشان يوصل حاجه معينه، يوصل رساله معينه، ان هي يبقى يحس ان هي الست دي فعلا تقرب منه، يحسسها بنفسها شويه. لما رجعت مراته تخيلوا الست العجوزه دي قالت لها ايه؟ قالت لها ده جوزك ده انسان خطير جدا، ده انسان رائع جدا، ده الراجل دلوقتي ده يعني كنا بنحكي مواضيع في مواضيع انا عايز اقول لك من سنين ما حكيتش مع حد فيها. الست كانت في قمه السعاده لما قعدت تحكي وتطلع كل اللي جواها مع الشخصيه دي. واحنا نقدر فعلا نكون كده؟ نقدر ندي للناس الفكره ان انت تتكلم، احكي عن نفسك كتير؟ طيب في هنا جزئيه استاذه هند بتقول طيب ممكن انا اكون كتومه او مع الاخرين، ازاي اخلي الاخرين يتحدثوا عن نفسهم؟ ما هي دي الفكره يا جماعه، ان انا ممكن يا ترى ان انا اخليهم ازاي يتكلموا بالنقط اللي احنا خدناها دي. لو خدناها ابتدينا ان احنا ازاي نقدر نسالهم، ازاي ان احنا نطلع اللي جواهم. شفتوا الراجل ده في القصه ابتدى يتكلم عن البيت، ابتدى يتكلم عن العربيه، افتح معاهم الحاجه اللي هم مهتمين بيها. فاكرين اول المحاضره
لما قلنا كنا بندور يا ترى هو ايه الحاجه اللي الشخص اللي قدامي مهتم بيها، ايه انجازاته، ايه هواياته، ابتدي اتكلم في الحاجه دي، اطلع اللي جواه، اطلع الشخصيه اللي هي ما بيطلعهاش لاي حد. طلع معايا الكلام اللي انت هتلاقي اول مره تلاقي حد بيسالك في الكلام دوت، فحس من هنا ان انا انسان فعلا مختلف عن الاخرين. هو انا جاي عشان اتكلم عن نفسي ولا جاي معاك عشان ابتدي ان انا اسمعك واخليك ان انت تتكلم عن نفسك انت؟ هي دي الفكره فعلا. الجزئيه اللي بعد كده هندخل علينا اللي هي كيف تحصل على روح التعاون، كيف تحصل على روح التعاون. هنخلي برضك الاشخاص اللي قدامنا يعتقد ان الفكره فكرته، اذا هي دي فعلا توصل لروح التعاون. عارفين جه قبل كده شخص قال لزميله في العمل، كان هو يعلو في الاداره، ونتخيل مثلا ان هو المدير بتاعه، قال له فكره معينه في العمل وقال له ايه رايك لو عملنا كذا عملنا كذا وهكذا. فالمدير قال له لا مش تنفع الفكره دي، لا عايزين نطبق حاجه ثانيه، ومش مشكله الفكره دي مش تنفع. المهم الشخصيتين دول الموظف والمدير بتاعه جم في بعد كده في لقاء في اجتماع مع ناس اكبر وزملاء ليهم تانيين، ابتدى من هنا المدير بيتكلم عن افكار عايزين نطبقها، اقتراحات عايزين نعملها. الراجل وهو حاضر الموظف ده لقى ان المدير بيتكلم بفكره الموظف دوت، فكر لو حد عمل كده وفي اجتماع قال انا اقول بقى يا فندم دي كانت فكرتي، على فكره يا جماعه دي كانت فكرتي، انا اللي قلتها له وانا اللي عملت، هل ممكن فعلا نقول كده يا ترى؟ حضرتك هم بياخدوا فكرتك لوحدهم ماشي اوكي يا استاذ مريم. فانصار بيقول جميل، جميل ايه؟ ان هو فعلا يسيب يا ترى الفكره. استاذه اسماء بتقول ان احنا لا ان انا طبعا مش هقول كده في وسط الاجتماع او في وسط الناس اللي قاعدين هي دي فكرتي يا جماعه هي دي، خلي بالكم لا هو احنا كده يا ترى لو انا قلت فعلا كده هو انا هكسب روح التعاون مع الناس؟ ممكن اتضايق استاذه مريم صح قوي، بس مش هتكلم كويس جدا. عارفين ان انا لما مش هتكلم، وعلى فكره ده المدير بيقولها خلي بالنا او زميل ليا دوت بيقولها وهو ممكن هو خلي بالنا هو مش قاصد ان هو ينسب الفكره لنفسه، الموضوع مش كده على فكره، هو شايف ان الموظف مثلا موجود وقاعد او زميلي في العمل هو موجود وقاعد، وكانت ممكن تكون فكره، بس هو لما طلعها هي فكره من ضمن الافكار اللي سمعها، وممكن يكون حاسس فعلا ان هي فكرته، ممكن يكون عايش في الموضوع ان هي جد فكرته. طب ايه المشكله ما تخليها ان هي فكرته؟ على حسب موقف استاذ محمد فعلا ممكن على حسب مواقف، بس الفكره انا عايز اكسب روح التعاون ولا عايز ان انا اخسر الشخصيه دي. استاذ اسماء بتقول بس بكده هكسب ثقه المدير، فعلا انا فعلا هكسب ثقه المدير. خلي بالكم هو ممكن المدير يكون واخد باله ان الفكره حد قالها لي، وممكن بجد يا جماعه اقتنعوا بالحته دي ان ممكن هو يكون بجد حس من كتر الافكار اللي بتتقال له او حتى فكر فيها، هو بجد حس ان فكرته هو. سيند بتقول وياخد ترقيه من صاحب الفكره، ياخد الترقيه. لا احنا نعتقد ان هو المدير بالفعل، يعني هنقول ان هو بالجد هو بالفعل مديره، فمش هياخد ترقيه منه، مش هتفرق الترقيه بالنسبه له. فهنا الجزئيه دي يا جماعه لو انا حسيت ان هو هيبقى فيه روح التعاون بيني وبين الناس اللي معايا، وهخلي الفكره فكره الناس اللي حواليا فكره المدير بتاعي، ايه المشكله؟ خلي الفكره فكرتهم ولا هيبقى في اي مشاكل خالص. هي دي سرقه افكار؟ مفيش اي مشكله، مش سرقه افكار، لان الراجل قالها قدامي بالفعل، ما قالهاش من ورايا. هو انا في الاخر يا ترى عايزين ايه؟ مش احنا عايزين ان مثلا كشركه تنجح؟ يا ترى فكرتي او فكره فلان او فكره فلان، احنا عايزين يا جماعه روح التعاون، روح التعاون بيننا وبين بعضينا. ما تكونش شغال بفكرتي انا فقط، انا يا جماعه اللي قلت لكم، انا اللي عملت، انا اللي سويت، انا اللي قلت الفكره. مش ده الاساس يا جماعه. الاساس اللي عايزين نمشي عليه هي فكرتي او فكرتك او فكره فلان، احنا فكرتنا كمجموعه مع بعضينا، المهم ان احنا عايزين ننجح الشركه مع بعضينا. دي الفكره الاساسيه اللي يا ريت نشتغل بيها. سمريم بتقول طيب وليه ما يتكلمش بصفه الجامعه؟ يعني فكرنا ووجدنا لكن مش ينسبها لنفسه. فعلا صح يا استاذ مريم، ممكن هنا مدير يبتدي يقول احنا فكرنا بكذا. لكن برضك انا بقول هو لو فعلا قال ان في فكره معينه هقترحها عليكم وما قالش بتاعت مين، خلاص نعديها. المقصود ان احنا عايزين نعديها عشان يبقى المجموعه كلنا احنا حاجه واحده، عشان لما يعتقد ان فكرتي زي فكرته
الموضوع ماشي. المهم ان انا كسبت في الاخر روح ايه؟ روح التعاون. زابوسي بتقول روح التعاون مهم، بس برضو التقدير مهم، بيرفع من المعنوية. صح جدا طبعا، بيرفع روح المعنوية. في أستاذ النوحي تقريبا اسمه وكده، وإذا لم يقتنع بالفكرة إزاي أقنعه؟ لو مش اقتنع بالفكرة، لا ما هو الفكرة هو قالها فعلا كمدير، اقتنع بالفكرة وهو دلوقتي قالها فعلا للناس، فخلاص أنا سمحت إن هي الفكرة هو قالها عشان بس نبقى متعاونين مع بعضينا. بس لازم ذكر صاحب الفكرة كشيء أفضل. يا سلام يا سلام لو بعد الموضوع ده فعلا المدير قال يا جماعة بفكرة فلان الفلاني، يبقى هنا بيعليه دخاله لما تعلى الروح المعنوية جدا إن أنا وصلت فلان ده هو بقى اللي قال الفكرة دي. أستاذ إيمان بتقول ده طبعا مش لكل الأفكار، بس ممكن أنسب الفكرة لشخص معين عشان أوصل لحاجات أكبر من فكره، وهي كسب القلوب. الله الله، حلوة جدا كلمة كسب القلوب دي، إن أنا فعلا في الآخر هل كسبت القلوب؟ وهي صح نفس الموضوع بتاعنا، وإحنا كسبنا الأصدقاء في الآخر ولا ما كسبناهمش؟ برافو عليك طبعا، شكرا لك جدا. طيب الجزئية اللي بعد كده اللي هي بعد روح التعاون، كيف تغير الناس دون كراهية؟ يعني أنا دلوقتي الله يخليك يا فندم، شكرا لك، يعني دلوقتي عايز أغير الناس، هو تغيير الناس ده سهل؟ أنا ممكن أجي أغير الناس بس الناس هتكرهني جدا، لكن أنا عايز أغير الناس بقى دون كراهية، مش عايزين نوصل للوشوش اللي موجودة دلوقتي وشايفينها. هل الناس لما تسمع حد كده هتتغير فعلا؟ صعب جدا، صعب جدا الناس تتغير وأنا بعملها بالطريقة دي. إذا نحاول بأمانة أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر. إحنا عندنا مشاكل كتيرة جدا في حياتنا يا جماعة، دايما بنشوف الموضوع ورأينا من وجهة نظرنا فقط، حاسين ان هو ده بس اللي هو مفيش غيره، هو انا الوحيد اللي صح. لكن زي ما قلنا برضك على الرأي، انا شايف انا اللي صح، انا وجهة نظري انا فقط اللي صح. طب ما تيجي اقف مكان الشخص الاخر وابتدي اشوف الموضوع من منظوره هو عمل ازاي، دي هترجعنا تاني وتقربنا تاني من بعضينا. طيب استاذ سوسن، طيب لو مش المدير، واحد زميل هو اللي أخذ الفكرة في عائد أو مكافأة، إيه المفروض أعمله؟ يعني هو قصدك دلوقتي لو هو حد تاني خد المكافأة، خد مكافأة على الموضوع، على الفكرة دي، سرق مني الفكرة، هي طبعا مشكلة. خلي بالنا بيبقى الموضوع لما بتيجي مكافأة لناس بتيجي ساعات للشغل مع بعضيه، المدير هنا اللي بيقدر يا جماعة لو في زميل ليا خد الموضوع وأنا بلغت المدير أنا الفكرة مثلا أنا اللي قلتها، لو المدير جاب مكافأة يبقى يفضل ما يتجابش لشخص واحد. يا سلام لو اتجاب لفريق العمل كله، الله دي كانت فكرتي، طب ايه المشكله؟ ما انت فكرت المره دي، مره ثانيه فلان اللي هيفكر وهديلك انت المكافاه. يبقى المدير هو اللي بيحاول يخلي الموضوع هنا، هو اللي يدير الموضوع ويحفز الناس، فمهم جدا دور المدير هنا. استاذ اسماء بتقول اوقات بتبقى صعبه اني احط نفسي مكانه وبقول هو ليه ما يكونش مكاني، لان انا عايز ان انا اكون مختلف برضه، وعايز ان انا اكون مميز. انا لسه عمال دايما افكركم بالجزئيه دي عشان ارجعكم ليها تاني، انا عايز اكون مميز، وانا اللي الناس بتدور على صداقتي، انا عايز اكسب الناس. يبقى انا دلوقتي انا اللي احط نفسي مكانه، وهنا تفرق كتير. مش هستنى، فاكرين اول المحاضره خالص لما كنا بنقول هو احنا يا ترى لما بنستنى في العيد احنا اللي عايزين نعيد على الناس ولا استنى الناس تعيد عليا؟ هي دي الفكره الاساسيه، انا اللي عايز ادور على الناس عشان بعد كده الناس هي اللي هتوصل لي، هي اللي هتدور عليا، انا اللي ههتم بالناس. حر فعلا بيبقى لازم ادافع عن تفكيري، لازم ادافع عن تفكيري. قصدي حضرتك دلوقتي يعني الفكره اللي انا قلتها، والله انا لو دلوقتي ضاع مني مكافاه وضاع مني ان انا الفكره اتسرقت وضاع مني كذا وضاع مني من هنا، لا ممكن فعلا الموضوع هيختلف، ان انا لا هدافع عن الفكره عشان ما يبقاش بس الموضوع ان الافكار بتسرق وخلاص. لكن زي ما قلنا الموضوع شرحه من الاول، لو ان في مدير مثلا هياخد خلي الفكره تبقى فكرته، ايه المشكله؟ الموضوع هيعم علينا كخير احنا كلنا كمكان عامه،
لكن لو هيعم كشخص واحد ممكن الموضوع يختلف شوية. طيب إذا هنا دلوقتي كيف تغير الناس دون كراهية؟ إذا نحاول فعلا بأمانة أن نرى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر على قد ما نقدر يا جماعة. نحاول أن احنا نبص وطب يفكر إزاي على الأقل. طب أحاول بس أنا أقعد مع نفسي وأفكر شوية، هو الشخص ده بيفكر إزاي؟ شايف الموضوع بأني طريقة؟ يا عم ده الموضوع متعب جدا ومجهد قوي، ما أنا لازم أتعب من عشان أوصل فعلا لكسب صداقة الناس. يا جماعة الموضوع مش سهل، لا الموضوع فعلا عايز تعب، عايز له مجهود مننا. هو أنا من يوم وليلة عايز أكسب الأصدقاء، يبقى أنا بكرة عندي 100 شخص مثلا، عندي 200، بكرة أنا هجيب مثلا 300 شخص عشان يبقوا أصدقاء. الموضوع مش كده، أنا ممكن أكسب صديق النهاردة، ممكن بكرة 5، ممكن بعده وهكذا وهكذا. ثم يا ترى أنا بكسب الصداقة دي إزاي؟ مش بتعاملي مع الناس، التعامل اللي أنا بعمله، رد فعلي في حاجات كتيرة، المواقف اللي أنا بعملها بيني وبين الناس اللي بتبين فعلا أنا شخصيتي عاملة إزاي. مش دي حاجات دايما بتوقع الثقة اللي بديها للناس؟ حسوا ان انا انسان ذو ثقة وفعلا يقدر الناس يعتمد عليا في حاجات كتير. هي دي الفكرة اللي بتخلي واحد مختلف عن واحد في حاجات كتيرة قوي. لما اجي دلوقتي ان انا الناس تحس فعلا ان انا في الثقة دي، هيبتدي ان هو بيدور عليا، هيبتدي ان هو يحس انت فين، انا بدور عليك، انا حاس ان انا من غيرك عايز اتكلم مع حد، عايز الاقي حد فعلا الانسان اللي انا بدور عليه بيديني مين، بيديني اهتمام، انا عايز اتكلم معاك، انا حاسس معاك كده ان انا مبسوط، عندي سعاده كده خطيره. تمام يا جماعه، فالنقطه دي خلي بالكم مهمه جدا، هتبعد عني كراهيه ناس كتيره قوي. النقطه اللي بعد كده، ما الذي يريد كل انسان؟ كل انسان عندنا مننا عنده احتياجات معينه، رغبات معينه، وترى كل انسان بيريد ايه، عايز ايه يا ترى. فهنا بنقول تعاطف وقدر افكار الشخص الاخر ورغباته. خلي بالنا كويس جدا، احنا كلمه قدر الافكار يعني انا بعلي الفكر، اي فكره طالعه من شخص بطريقه معينه انت قدرها كويس، حسوا فعلا ان الفكره دي انا مش عايز اضحك عليه، بس الفكره ان انا بقدر له الافكار دي، انا هسمع افكارك كويس جدا، انا هحاول ادي لك حكم في الفكر، بس مش هسخر منك ولا هستهزئ بالافكار بتاعتك حتى لو كانت بسيطه، انا هحاول برضك ان انا اسمعها منك، واحاول انصحك لو قادر ان انا اوصل لك حاجه معينه. طب برضك اللي عايزه الانسان، اي انسان هنا، هو ترى عايز ايه؟ ايه اللي هو يريده فعلا؟ الرغبات والاحتياجات. عارفين لما تيجي تتكلموا مثلا مع اشخاص معينه، طب انتوا احتياجاتكم اصلا ايه؟ انت بتكلموا اصلا في حاجات بعيده عنه خالص، احتياجاته مش هي دي اللي هو عايزها اصلا، فانت عمال تكلمه في حاجات تانية تماما. عارفين زي لما يجي واحد مثلا عايز بعد الثانويه جاب مجموع كبير، ونفترض ان هو عايز يدخل مثلا صيدله وليكن، وانت الواحد مثلا ده الاب عايز يدخل، هو الاب مثلا نفترض ان هو مهندس او نفترض ان هو دكتور وعايز يخلي ابنه دكتور، طب هو ما بيحبش، طب هو عايز يكون صيدله، هو بيحب الصيدله، هو هوايته ان هو يكون صيدله، عايز يكون سياسه واقتصاد، اي حاجه نتخيل، المهم حاجه ثانيه. لكن هنا الاب مثلا ما حاولش ان هو يتخيل ايه رغبات ابنه، ايه هو شايف من وجهه نظره هو، وده هي على النقطه برضه حته من وجهه نظره، شايف من وجهه نظره ان هو لما يبقى كده دكتور زيه زي ما هو عايز وزي ما هو عايش بخبرته بالحياه، هو ده اللي هو صح، هيكون صح، وهو دلوقتي ما بيفهمش حاجه مش هيقدر يشوف الموضوع من منظوره هو. طب انا ليه ما شفتش اصلا ابني في الجزئيه دي او بنتي متخيل فين رغباتك اللي انت عايزها؟ احنا بنتكلم ده لو اب وابن العلاقه بينهم عامله ازاي؟ تخيل انا مش قادر اشوف الرغبات اصلا عندك ازاي؟ وانت احتياجاتك اصلا ايه بالنسبه لك؟ انتوا متخيلين؟ تخيلوا لما واحد فعلا عمل كده مع ابنه، عارفين الابن عمل ايه؟ دخل فعلا للكليه بس كل سنه كان بيسقط، الله ده كان اصلا متفوق جدا. راح فين التفوق دوت؟ راحت فين كل الحاجات اللي هو كان بيعملها ودراسته خطيره والراجل كان ممتاز جدا؟ يعني الدنيا بقت صعبه جدا كده للدرجه دي؟
لا هو لما سالوه بقى في الحته دي قال لهم انا مش داخل على رغبتي، ده مش احتياجي اللي انا عايزه. طب انت ازاي وصلت لكده ان انت تسقط ازاي؟ قال لهم انا مش انا اللي بسقط، انا بسقط له هو. اللي هو مين؟ بيسقط لوالده، لان هو اللي عمل كده. مريم فعلا ايه؟ انا بسقط له، ده حقيقي، انا بسقط له، هو اللي عمل كده، مش هو اللي دخلني فعلا غصب عنه، غصب عني. فخلاص مفيش مشكله، انا دخلت ونفذت رغبته هو، للاسف مش رغبتي انا. طبعا بعد الاب لما يتفهم حاجه زي كده، بس للاسف بعد سنين هيبتدي ان هو خلاص ادخل رغبتك، يبتدي ان هو دخل الرغبه بتاعته والاحتياج اللي هو كان فعلا شايفه، يبتدي يحقق فعلا في حاجه، هو ده طريقه. يبقى احنا يا جماعه الناس اللي حوالينا فعلا لما احنا بنشوف احتياجاتهم هي ايه ورغباتهم هي ايه، هنقدر ان احنا نقرب منهم قوي، هنقدم لهم حاجات كتيره جدا. الناس دي هتفرق معاها كتير قوي، ان هي فعلا هتنجذب لينا جدا. او مش مذاكر لكم استاذ محمد صح؟ اديني مش مذاكر، ما هو يسقط في الاخر، ادت نفس النتيجه. استاذ سوسن بتقول بس الاباء يبقى عايزين الاحسن للاولاد. اكيد طبعا يا استاذ سوسن، اكيد. هنا انا عارف ممكن تبقى عن تجربه، انا شايف من منظوري انا، من وجهه نظري انا كاب او كام، انا شايف ليك ان المصلحه هي كذا، عشان خبرتي بتقول لي كذا. بس ساعات الاباء والامهات بيتكلموا بالطريقه دي، بس لازم اخلي بالي ان الابن برضك او البنت ليهم هم كمان احتياجاتهم وليهم طريقه تفكيرهم. لازم اديله الفرصه ان يبقى عنده الحريه. ده طريق يا جماعه، طريق وحياته هتبدا من هنا، من بعد الثانويه بالذات. يبقى انا عايز الاحسن، بس لازم اديله الفرصه ان هو كمان يفكر. استاذ اسماء بتقول بينتقل من ابوه في مستقبله هو. ماشي، ما هو للاسف هو مش عايز المستقبل ده، هو حاسس ان هو مش مستقبله هو، هو حاسس ان ده مستقبل رسمه له ابوه وهو رافضه، لان دي مش رغبته. فاصبحت دي مشكله، لحد لما هيعدل مستقبله هيفضل كده طول عمره، لحد ما يعدل المستقبل اللي هو نفسه فيه برضه. سماري بتقول انصحه واسيبه يتحمل مسؤوليه قراره، فعلا. بس خلي بالكم ما تديش بقى اللوم والعتاب ان انت، طب خلي بالك بص لو دخلت انا مش هصرف عليك، او خلي بالك انا مش هديلك دروس، او خلي بالك انا مش هعمل كذا، مفيش تشجيع، مفيش كذا، لا مش هينفع الكلام ده. انا حاسبه بعد لما اديله مسؤوليه فعلا كامله، وفعلا يتحمل القرار، بس مش هعمل له بقى اللي هو نظام انشر له السكاكين اول ما يقع زي ما بيقولوا. ما ينفعش، ده ابني في الاخر لازم اديله حريه الاختيار عشان يبقى عنده شخصيه يا جماعه قويه، ما يبقاش عنده حته ان انا فاضل ان انا ماشي ورا الافكار اللي والدي او والدتي من زمان علموني ان انا ايه، هم اللي يفكروا لي، هم اللي يعملوا لي. لا، انا عايز اخد قرار انا كمان، لازم اخد قرار انا لوحدي. استاذ امام في بعض الاهل بيشوفوا ان الابناء امانه ولازم نقول لهم ندخل لهم اللي هم شايفينه مناسب ليهم. حقيقي فعلا ساعات بيشوف الكلام دوت، بس زي ما قلنا احنا لازم بس الاباء شويه يبقوا مخلين بالهم ان دلوقتي احنا عايزين مصلحه فعلا الاولاد، وعايزين نديلهم الفرصه في التفكير شويه، ورغباتهم نحاول ان احنا بجد نحاول نوصل لهم اللي هم عايزينه على قد ما نقدر. النقطة بعد كده، نداء يحبه كل إنسان. يا ترى إيه هو النداء اللي بيحبه فعلا كل إنسان؟ كل واحد نفسه في إيه؟ مش دايما كل واحد بيبقى نفسه إن هو يبقى عنده في أهداف نبيلة دايما؟ خصوصا تقول طيب لو كانت النتيجة الإحساس بالندم، إيه العمل؟ والله إحنا بس نسبق بالخير، تفاءلوا بالخير تجدوه، ان شاء الله ما فيش ندم باذن الله. لكن لو حصل طبعا ان حاجه زي كده، ان حد ندم ان مثلا الابناء دخلوا وحصل مشاكل او كده، على الاقل هم تحملوا نتيجه اللي هم عملوه. لكن المهم ان احنا نتفائل ونشجعهم ونحفزهم ان شاء الله الطريق ده يبقى كويس. استاذ محمد نقرا شويه عن التربيه والمراحل العمريه. فعلا صح، محتاجه مننا يا جماعه، هي في كل مجال احنا نفسنا ان احنا فعلا نقرا كتير عشان نقدر احنا نتعامل مع ابنائنا في المجالات دي كويس جدا. ممتاز جدا طبعا استاذ محمد. هنا نستعين ازاي بقى بالدوافع النبيله؟ ازاي كل واحد فعلا بيتمنى ان عنده دافع نبيل ودوافع اكتر بكتير اللي كل انسان هو بيحبها، يحب حاجه معينه، ازاي ان انا اقدر اوصل له
لو انا من جوايا فعلا عندي رساله عايز اوصلها، عندي دافع كويس وحاجه ترضي الناس بطريقه معينه، الدوافع النبيله دي يا جماعه هي اللي هتخلي الناس برضك تقرب لك. كل انسان بيحاول ان هو يبقى شايف فعلا انا عايز ايه الهدف يا ترى من الحاجه دي، هي فعلا حاجه كويسه، هو هدفه نبيل من الموضوع ولا هو لا في اهداف اللي فاكرين ان انت كنت بتقوله في الاول اصلا ما عنديش الثقه في الكلام ده في التعامل بالطريقه دي. لكن لو في دوافع فعلا نبيله شايف ان حد بينصحني وهو من جواه فعلا خايف عليا، بتفرق كتير جدا الناس وهي بتتعامل مع بعضيها بالجزئيه دي. فنتمنى طبعا ان الناس تبقى عندها الدوافع النبيله دي. اخر جزئيه عندنا، عندما لا يكون هناك حل جرب هذا. ترى ايه اللي هو اللي هنجربه؟ ابدا بالتحدي والرغبه في التفوق. يعني ايه اصلا لو انا ما عنديش حل اجرب الكلام ده؟ كان في مره مدير في شركه، الشركه دي كان فيها عمال في ورديات مختلفه، هتحد الصعاب فعلا. شكرا ليك. ان انا دلوقتي كان المدير ده عنده الاداره فيها مشاكل شويه مع الموظفين، عمالين يقولوا لهم يحاولوا ان هم يحفزوهم عشان الانتاج زي ما هو، مفيش اي زياده، مفيش اي حاجه. طب يعلوا لهم مثلا حاجه في مرتب برضك زي ما هي. في اصبح في مشاكل كتيره جدا مش قادرين ان هم يحلوا المشكله دي. قعد يجرب كذا حاجه لحد ما في الاخر فكر، طيب انا اتحداهم واجرب حاجات تانية مختلفه. عايزين ازاي ان احنا يبقى في تحدي بين الناس وبعضيهم. احنا عندنا دلوقتي في الشركه كذا ورديه، فرحت جاي للورديه الاولانيه وقلت لهم انتوا دلوقتي بتخلصوا كام قطعه مثلا بتعملوها في الانتاج بتاعكم؟ قالوا احنا بنخلص ست حاجات مثلا، ست منتجات بنخلصها. قال ماشي، راح كاتب جايب تباشيره في الارضيه، راح كاتب بخط كبير رقم 6. جت الورديه اللي بعديها بتقول ايه رقم 6 اللي مكتوب دوت؟ قالوا لهم بس احنا انتجنا النهارده 6 قطع من المنتج دوت، وده يعتبر رقم بالنسبه لنا يعني حاجه خطيره واحنا وصلنا له بعد عذاب. الورديه الثانيه لما جم قالوا ان احنا لا احنا لازم نتحدى نفسنا، يلا يا جماعه نشتغل ونبتدي ان احنا نعمل انجاز فعلا ونبتدي ان احنا لا ده احنا هنجيب اكثر منهم. راحوا فعلا ثاني يوم لقوا على الارضيه، الورديه الاولى لما جم لقوا على الارضيه مكتوب 7. قالوا اصل الورديه بتاعت بالليل عملت اكثر مننا وطلعوا ان هم عملوا 7. طبعا الورديه الاولانيه هي كمان اتحمست وابتدت ان هي عايزه تتحدى الموضوع، ازاي يوصلوا 7؟ ده احنا جبنا 6 امبارح بالعافيه. راح من هنا ابتدوا ان هم يكملوا هم كمان لحد ما جابوا 8. ابتدى ده يمسح وده يمسح والورديه دي تشتغل ودول يشتغلوا لحد في الاخر لما تحدوا بعضهم فعلا وصلوا لاعلى رقم مثلا 11. المهم ان هم وصلوا وجابوا كل اللي عندهم فعلا. هم ابتدوا بكام يا ترى؟ مش كانوا بادئين فعلا باكبر انجاز عندهم مش قادرين يعدوه اللي هو كان تقريبا 6؟ الله، يعني انتوا قادرين فعلا تنجزوا. يا نهار ابيض، من هنا قدرنا بالتحدي وعمليه من التنافس شويه منافسه شريفه بالظبط كده يا استاذ سوسن. صح استاذ اسماء بتقول انجاز ما يعتقد البعض انه مستحيل. فعلا ساعات ناس تعتقد لما تيجي الاداره تقول لهم في الاول احنا عايزين نعمل يا جماعه 10 قطع في اليوم، يا فندم لا يمكن، يا الناس تعترض، الناس تعمل، لا يمكن نعمل، طب هنزود لكم حوافز ولا هنقدر نعمل اي حاجه. اول ما دخلنا حد تحدي بينهم شويه ومنافسه فعلا وعزيمه واصرار استفزتهم، وده اللي استفز فعلا محب مريم صح جدا. حاولت ان انا اطلع روح التحدي من جواهم، روح الانجاز من جواهم بطريقه معينه، لقيت ان انا وصلت لتحدي خطير خلى الموضوع في الاخر وصلت لافضل انجاز. ودي مهمه جدا، واحنا من هنا فعلا نوصل للناس مع بعضيهم ازاي انا قدرت اكسبهم بطريقه معينه وصلت التحدي منهم. بس اهم حاجه في ايه؟ بمنافسه شريفه، ودي اهم ما في الموضوع. كده يبقى احنا وصلنا لاخر جزئيه، اخر نقطه معانا فعلا. ومن هنا طب الخلاصه، مين يقدر يقول لي دلوقتي وصلنا لايه؟ تقدر تقول لي مثلا قدرنا نوصل، احنا اتكلمنا على نقطتين رئيسيتين اللي هي كيف تكسب محبه الناس وطرق جذب الناس بطريقه تفكيرك. فاكرين اول حاجه في المحاضره؟ حد يقدر يقول لي بس نقط رئيسيه كده فاكرها؟ اي حد فاكر نقطه كده بسيطه
من كيف تكسب محبه الناس، اللي هي الجزئيه الاولانيه. كان في كده عندنا 6 نقط اتكلمنا فيها، فاي حد لو كان في حد كان بيكتب، حد فاكر نقطه بكل بساطه كده، اللي هي ازاي اكسب محبه الناس. لو في الانصات كويس جدا، ان انا ممكن يبقى عندي انصات، ازاي اكون مستمع جيد. صح إيمان الابتسامه، شكرا ليكي، دي تاني حاجه. بس محمد قال انصت، تمام، نفس الموضوع. الاهتمام بالاخرين، صح قوي يا جماعه، اللي هي ان تصبح مهتما بالناس اهتمام جوهريا. ثالث حاجه، برافو عليكم، تمام يا استاذ اشرف. الابتسامه محمد، تمام. بعد كده الابتسامه جيت متاخر، معلش مش مشكله، مفيش اي اثر، تماما، شكرا ليك يا عادل. بس مريم من الاسماء، الاستماع، المجامله، ماشي، كويس جدا. ان انا برافو عليك ان انت جبت حته بقى، حته الاسماء، ان انا ما انساش ايه الاسماء، دي رابع حاجه، ممتاز، احسنتم. الاعتذار، استاذه منى، الاعتذار، الاعتذار دي كانت في الجزئيه الثانيه، صح كده؟ خليها، حوشيها للجزئيه الثانيه، بس خليها كده بتكريها عشان نقولها في الناحيه الثانيه. المحاضره متسجله، اتمنى ان شاء الله استاذه اسماء مشاركتهم الاشياء المحببه اليهم، كويس جدا، اشاركهم في الاشياء المحببه اليهم. روح التعاون، روح التعاون دي في الجزئيه الثانيه يا استاذ ايمان، استاذه مريم اسف، روح التعاون اللي هي ولا جدال. طيب احنا كده هنقف عند الجزئيه دي، احنا فعلا تقريبا ذكرنا معظم الحاجات اللي خدناها، اللي هي ايه؟ كيف تكسب محبه الناس. طيب تيجوا بقى نقول دلوقتي، طيب هي طرق جذب الناس بطريقه تفكيرك. انت قلت دلوقتي لا جدال استاذه هاله، صح كده؟ صح جدا، شكرا ليك يا استاذه هاله. وفي قبليها روح التعاون، استاذه مريم شكرا ليك جدا، روح التعاون، يبقى روح التعاون. وفي لا جدال، تمام استاذه هاله. استاذ محمد اكرر اسماء، الاسم اربطه بشخصيته، اربطه بصورته، دي اللي هي الجزئيه الاولانيه يا استاذ محمد، تمام كده قلناها دي. استاذ محمد كاتب ايه؟ متكلم برياء، يعني ايه؟ لا ترجم بس ترجمها اكتر. استاذ اميره، الابتسامه، الابتسامه بس دي كانت في الجزئيه الاولانيه، تمام، بس احنا دلوقتي بنتكلم في الجزئيه الثانيه، النص الثاني بتاعت المحاضره، اللي هي كانت كيف تجذب الناس لطريقه تفكيرك. لا تجادل، كن دبلوماسيا، كن دبلوماسيا، برافو عليك يا استاذ ايمان، صح، كن دبلوماسيا للوصول لهدفك، تمام جدا، صح كده. استاذ اماني، لسه المحاضره هيتعمل ليها مونتاج مع التسجيل، بترد على مش على. طيب سهله، اسئله، اسئله اجابتها نعم، اللي هو مين يا ترى، فاكرين اسمه ايه اللي حد سالني على اسمه؟ اللي هو سقراط، تمام كده، اسم محمد سيد سقراط، برافو، برافو حاجه فعلا. كلمه فيها يحب، مين فاكر يا جماعه ايه كلمه فيها يحب دي؟ حد فكرها. استاذ ايمان، التعاطف وتقدير افكار الاخرين، شكرا ليكي جدا، التعاطف وتقدير افكار الاخرين، صح جدا، ممتاز يا جماعه، ممتاز يا جماعه. يا سلام لو كنتوا مش كاتبين الكلام ده وبتجيبوه من دماغكم وتبقى حاجه فوق الوصف، كاتبينه يبقى برضك حاجه خطيره جدا منكم طبعا. اجد بنعم، اجد بنعم دي اللي هي ايه؟ اجابات بنعم، اللي انا ادي اسئله بنعم يا استاذ محمد، اللي هي سر سقراط، هي دي صح كده؟ تمام جدا. مين فاكر حاجه ثانيه؟ ها؟ فاكرين موضوع استعن بالرفق ودع العنف؟ فاكرين موضوع الرفق ده كويس؟ تمام؟ انا بحاول اكمل لكم اهي، افكركم ببعض الاجزاء الثانيه. فاكرين يا جماعه ثقافه الاعتذار؟ ثقافة الاعتذار، أضع نفسي مكان الآخر، ممتاز أستاذة سوسن، شكرا ليكي، إن أنا أشوف وجهة نظر الشخص الآخر، لو حطيت نفسي مكانه أبتدي إن أنا أعمل إيه؟ أنا دلوقتي فعلا مع الشخص الآخر وأنا بحاول إن أنا أحط مكانه، نفسي مكانه، تمام. صد الله ترك الجدال، دي كانت أول واحدة فعلا، صد الله، شكرا. إيمان، سلم بخطأك، أيوه كده يا أستاذ إيمان، سلم بخطأك، اللي هي ثقافة الاعتذار اللي إحنا قلنا عليها، أنا عندي فعلا اعتذار، عندي خطا، انا بعتذر عليه، مفيش مشكله، شكرا جدا. ممكن نفتكر اخر حاجتين، اخر حاجتين صعب ان احنا ننساهم، فاكرين اخر نقطتين قوي عشان يبقى كده احنا قربنا خلاص، دول اخر حاجتين. ها مين فاكر؟ احنا ممكن بالصوره بس نفتكر، فاكرين الصوره اللي كان فيها ورد؟ ايه الورد دوت يؤدي لايه يا ترى؟ الله عليك يا استاذ ايمان، شكرا ليك، الدوافع النبيله فعلا. استاذ محمد عاشور، الصعاب، الصعاب دي كانت فين الصعاب دي؟ ايه يلا ماشي. طيب طب اخر حاجه بقى، الشخص اللي بينط، ايوه يا استاذه مريم، الله ما شاء الله، التحدي دي كانت اخر نقطه فعلا معانا،
ان انا ازاي ادي تحدي بطريقه معينه ورغبه في التفوق عشان نقدر نوصل فعلا للناس بطريقه كويسه جدا. طبعا شكرا لكم يا جماعه جدا على المحاضره الجميله جدا، وتفاعل الناس معايا كان ممتاز جدا. هنختم باخر حاجه، ان احنا نتذكر دائما، نتذكر ايه يا ترى؟ كسب قلوب الناس اهم من كسب المواقف وقتل الاحساس. نتمنى طبعا ان احنا نحاول يا جماعه نكسب الاصدقاء. كسب الاصدقاء هنا مهم جدا، هنتعب شويه مفيش مشكله. شكرا ليك يا استاذ سعيده. انا ممكن استاذنكم في الرابط عندي، ممكن اديلكم الصفحه، استاذن بعد اذن الدعم طبعا. شكرا ليكم استاذ اماني. هعرض لكم في الجزئيه دي هي لو في صفحه بالنسبه للاكونت. اتمنى طبعا الناس، يا ريت الناس تشرفني طبعا وتتواصل معايا في اي حاجه، انا طبعا تحت امركم. اللي بس عايز اشير ليه في الاخر قبل ما ننهي، الحمد لله هو نهينا في وقتنا بالظبط. اتمنى ان انا طبعا ما اكونش تقيل عليكم في الساعتين دول، وتكونوا بجد جزاكم الله كل خير كلكم، شكرا ليكم طبعا كلكم. وان انا اكون بس مش تقيل عليكم، احس ان الناس تكون استفادت يا رب المعلومات. احنا طبعا يا جماعه ما بنتكلمش في حاجات مثاليه بقدر ان احنا نفسنا ان احنا طبعا، الله يكرمك يا استاذ اماني، ربنا يكرمك بالخير برضه، ربنا يخليك في الزمان. انا استمتعت جدا معاكم كلكم والله، والتفاعل اللي حوالينا احنا بس ايه، يبقوا موجودين معانا الناس وفي تفاعل بيننا وبينهم. واتمنى ان اقدر كمان اشوفكم على خير باذن الله، وفي محاضرات اخرى برضك باذن الله. وجزاكم خير يا استاذ سوسن، شكرا ليك يا استاذ هند. ان احنا طبعا نتقابل على خير، بس الهدف الاساسي من الموضوع يا جماعه ان احنا عايزين نكسب، رفعنا الله بكم جميعا. استاذ محمود شكرا ليك، ان احنا نوصل لقلوب الناس بجد، ان احنا نتعاون مع بعضينا. بيبقى كل ده يا جماعه لو انا قدرت ان اتواصل مع اصدقاء، الهدف الاساسي مش بس عشان اتواصل مع ناس وخلاص، لا مش دي الفكره الاساسيه، انا عايز اتواصل نعرف بعضينا اكتر ونقرب من بعضينا، بدل ما المجتمع عمال ان هو الناس بتبعد عن بعضيها كتير، لا ده انا عايز ان انا نقرب من بعضينا ونلحق الناس اللي عماله تبعد. احنا عايزين نقرب من بعضينا اكتر واكتر عشان نرجع تاني تبقى اسره واحده، ونبقى مع بعضينا في شغل مع بعضينا واحد، ونبقى مجتمع كله واحد، عشان تبقى بلادنا كلها فعلا كبلاد بقى عربيه، مش يا ريت بس مصرنا بس، ده عايزين كبلاد عربيه نفسنا كلنا نبقى حاجه واحده. الكلام ده مش مثالي بجد، الكلام ده نفسنا ان احنا نعمله، بس احنا نتواصل مع نفسينا ونقرب من نفسنا الاول عشان نقدر ان احنا نعمل مجهود. انا في الاخر ممكن اوصل لاكتر بكتير ان نبقى كلنا مجتمع بجد مع بعضينا حاجه واحده، محتاجينها جدا ونفسنا قوي 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 نساعد بعضينا كلنا. اشكركم جدا 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 كلكم، وجزاكم الله خير، يا رب نتقابل ان شاء الله على خير في محاضرات جديده ان شاء الله باذن الله، اشوفكم على خير. شكرا لكم جميعا كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله.